بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من البيت الكبير. النهاردة في الجزء الأول من هذه الحلقة النجم الكبير كابتن رضا شحاتة نجم النادي الأهلي ومنتخبنا الوطني السابق، وحديث مهم جدا عن كل الأحداث الرياضية، وإن شاء الله إن شاء الله عن مباراة منتخبنا الوطني. أما في الفقرة الثانية مع الثنائي كريم سعيد وأحمد ثابت ولغة الأرقام والإحصائيات الخاصة بهذه المباراة. أنا فخور جدا جدا بما أراه. الحمد لله والشكر لله، زي ما كان الكابتن محمود الخطيب بيتكلم امبارح في كلمته أمام مشروع القرن، أمام الجميع اللي كان متواجد. الحقيقة يعني كلنا فخر، لازم نكون كلنا فخورين ان احنا اهلاويه وان احنا بننتمي لهذه المنظومه الرياضيه الناجحه. امبارح انا ما كنتش موجود مع حضراتكم على الهواء لاني كنت من المتواجدين او من المدعوين لهذه الاحتفاليه الكبيره جدا في تدشين مشروع القرن الحقيقي، القرن الكبير الحقيقه اللي هنتكلم عنه طوال هذه الحلقه. أنا كنت مدعو، ولكن أنا الحقيقة كنت أكثر متابعة، كنت موجود علشان أتابع، عشان تاني يوم لما أجي أقدر أتكلم مع حضراتكم في اللي حصل. لن أتكلم عن المدعوين، لن أتكلم عن احترام الجميع، لن أتكلم عن تنظيم هذه الحفلة الرائع، لن أتكلم عن مقدمي هذه الحفلة الرائعين سواء الأستاذ شريف فؤاد أو الأستاذ يعقوب السعدي، لن أتكلم عن الدخول السهل لهذه الحفلة، لن أتكلم عن كل شيء منظم ورائع في هذه الحفلة كعادة النادي الأهلي، ولكن هتكلم عن موقف الحقيقة أنا شفته خلاني أفتخر أكتر وأكتر وأكتر، ودائما أكون ما أكون فخور بهذا الرجل، بهذا النادي الكبير، وإن أنا واحد من الناس اللي بيتعلمه من كابتن محمود الخطيب. كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي اتكلم امبارح في كل الأمور الخاصة بما سيحدث في هذه الاحتفالية، وبعد كده الأستاذ الدكتور محمد سراج طلع مع كابتن أحمد شوبير وشرح الأمور، ولكن جات الظروف ان انا كنت قاعد في مكان كان ورايا على طول دكتورة نيرفين زوجة الكابتن محمود الخطيب وأولاده، وكل الناس كانت موجودة في ظهري على طول، وكابتن الخطيب بيتكلم. كابتن الخطيب عندما تكلم وتكلم عن كل الأمور وعن كل اللي بيحصل، ولكن أهم ما تكلم عنه كابتن محمود الخطيب أو الحاجة اللي أنا شفتها الحقيقة، لما قال إن أنا نفسي أشوف فريق الكورة بيلعب في الملعب ده حتى لو كنت قعيد. كابتن محمود لما قال هذه الكلمة فأنا قاعد وفي ظهري زي ما قلت لحضراتكم عائلة الكابتن خطيب، الكل عيط، ويمكن الكابتن خطيب في كلمته أشار إلى أنه هو خلال الفترة القادمة هيسافر عشان يتعالج. هنا انا فهمت يعني فهمت لين عائله الكابتن خطيب ورايا بتعيط، لان هذا الرجل اللي امام حضراتكم بيعمل حاجات كتيره جدا جدا، ومش من المفروض ان احنا نقعد نتكلم فيها. يعني انا مش المفروض ان انا اطلع واقعد اتكلم في هذه الامور، ومش من المفروض ان انا اطلع واقعد اقول اصل الكابتن خطيب ما عملش وما كان المفروض يروح يسافر عشان تعبه، ولكن هو قعد عشان يخلص حاجه تخص النادي. قد ممكن تكون حاجه بالنسبه لحضراتكم صغيره قد كده، ولكن هي بتظهر وبتبان للجميع بعد كده ان هي حاجه مهمه وكبيره جدا. وبالتالي انا بتكلم عن رئيس نادي يستحق كل الاحترام، يستحق كل التقدير، لا يتاجر بأي شيء إلا بحبه للنادي الأهلي، حتى حبه للنادي الأهلي هو بيوصفه بكلمات تبدو هذه الكلمات لكل الناس كلمات عاطفية أكتر من أي شيء آخر. وبالتالي
أنا عايز بس ليه أنا بقول كل هذه المقدمة؟ بقول كل هذه المقدمة لأنه أنا بطلب من الشباب، إحنا خلاص بنكبر، أنا داخل على 50 سنة، الجيل اللي بعدي الأربعينات والتلاتينات والعشرينات، أنا عايز حضراتكم تتعلموا، والصغيرين طبعا، عايز حضراتكم تتعلموا من رجل محترم، بعيدا عن أنه هو رئيس النادي وبعيدا عن أنه هو أسطورة كرة القدم، ولكن رجل محترم حتى في كلامه. عايز حضراتكم تتعلموا يعني إيه مجلس إدارة النادي الأهلي، يعني إيه الله يرحمه الوزير العمري فاروق ودوره الكبير وسط هذه الكوكبة الرائعة، يعني إيه الأستاذ خالد مرتجي ودوره الكبير وسط هذه الكوكبة الرائعة، يعني إيه أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي واحد واحد ودورهم الكبير وسط هذه الكوكبة المحترمة، تفاصيل المشروع ومشروع القرن والكلام ده حلو جدا ورائع وكل حاجة، ولكن وراء هذا المشروع مجلس إدارة نادي الأهلي يستحق كل التحية وكل التقدير. مجلس إدارة بيعمل ليلا ونهارا علشان حاجة واحدة فقط، إسعاد جمهور النادي الأهلي وتذليل كل العقبات عشان مجلس الإدارة وعد جمهور النادي الأهلي ببعض الملفات، وبالتالي هذا المجلس بيحاول قبل بداية السنة القادمة إن هو يكون أوفى بكل وعوده اللي وعدها لأعضاء الجمعية العمومية. مجلس إدارة بقيادة كابتن محمود، وزير العمري فاروق الله يرحمه، الأستاذ خالد مرتجي، الأستاذ الدكتور محمد شوقي، الأستاذ طارق قنديل، الدكتور محمد سراج، الأستاذ محمد الجرحي، الدكتور مهند مجدي، الكابتن حسام غالي، الأستاذ محمد الغزاوي، كابتن مي عاطف، كل المجموعة اللي موجودة. وعايز أقول لحضراتكم كل واحد فيهم له دور مهم وكبير في اللي حضراتكم شايفينه، ولكن رمز النادي هو اللي بيطلع يتكلم، رئيس النادي الأهلي هو اللي بيطلع يتكلم، هو ده الفرق الدائم ما بين رئيس النادي الأهلي أو النادي الأهلي وأي حد تاني. هنا لحظة مغادرة المستشار محمود فهمي، هذه القامة الكبيرة جدا جدا في والأسطورة الكبيرة جدا في عالم النادي الأهلي أو في عائلة النادي الأهلي، الكل زي ما حضراتكم شايفين قايم وواقف وبيسلم على المستشار محمود فهمي. أيضا كابتن هاني أبو ريدة طبعا برضو اسم كبير جدا جدا كان متواجد قبلهم، الحقيقة كان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ووجوده في هذه الاحتفالية الكبيرة وكلماته اللي ألقاها الحقيقة طوال هذه الحفلة. زي ما قلت لحضراتكم كلام حضراتكم طول النهار النهاردة بنسمع سواء برامج النادي الأهلي، الكل بيشيد بتدشين هذا المشروع الكبير، هذا المشروع العملاق اللي هقوله أو هلخصه لحضراتكم في كلمتين. هذا المشروع العملاق يتلخص في كم كلمة بسيطة جدا، هو مشروع بدون أي تكاليف على النادي الأهلي، مجرد اسم النادي الأهلي واستاد الأهلي أو المسمى اللي هيبقى موجود على الاستاد هو ده اللي هيحصل، وده اللي كان بيطلبه مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب في هذا الأمر، إنه لا يتحمل النادي الأهلي أي مبالغ مالية حالية أو مستقبلية. يعني إيه؟ يعني الاستاد ده هيتبني ببلاش؟ آه هيتبني مش ببلاش، هيتبني بفلوس كتير، ولكن النادي الأهلي لن يدفع مليم واحد. ده الموضوع الأول أو ده الاستنتاج الأول اللي إحنا أو الحقيقة الأولى، أنا آسف مش الاستنتاج، الحقيقة الأولى اللي قالها كابتن محمود امبارح. الحقيقة الثانية أن هناك رسومات واضحة للاستاد، و أعتقد سيتم الإعلان عنها في شهر أكتوبر القادم، وده كلام الأستاذ الدكتور محمد سراج مع كابتن أحمد شوبير امبارح، لأنه في ناس كانت بتتكلم لماذا لم يتم الإعلان عن المخطط، لماذا لم يتم الإعلان عن كذا وعن كذا، ولكن دكتور محمد سراج طلع وشرح هذا الأمر مع كابتن شوبير امبارح زي ما قلت لحضراتكم، وقال أنه في شهر 10 في شهر أكتوبر القادم سيكون الاسم
اللي موجود بالفعل، او هناك عده عروض من على اسم النادي الاهلي او على اسم استاد النادي الاهلي، وايضا المخطط للاستاد قد يكون هناك بعض التعديلات اللي هتحصل، وبالتالي في شهر 10 القادم سيتم الاعلان عن هذا الامر، وده من خلال زي ما قلت لحضراتكم دكتور محمد سراج عضو مجلس اداره النادي الاهلي. انا بس حبيت ان انا اشرح لحضراتكم وابسط لحضراتكم كل الامور الخاصه بهذا بهذه الاحتفاليه، هذه الاحتفاليه الكبيره تدشين مشروع القرن. هو بالفعل مشروع القرن لكل الاهلاويه، هو بالفعل مشروع الحب لكل الاهلاويه. سمعنا امبارح رئيس شركه الاهلي للمنشات الرياضيه وهو بيتكلم عن دكتور ايمن طبعا، وهو بيتكلم عن سهوله دخول وخروج جمهور النادي الاهلي، ومش قبل المباراه باربع خمس ساعات، هتبقى قبل المباراه مباشره، حاجات كثيره جدا وتفاصيل كثيره جدا سيتم الاعلان عنها خلال الفتره القادمه. انا بس حبيت ان انا اشرح لحضراتكم بسرعه جدا هو ايه اللي حصل امبارح، لانه في ناس بتسال هذه الاحتفاليه الكبيره جدا هي احتفاليه لتدشين مشروع القرن داخل النادي الاهلي بقياده رئيس مجلس الاداره كابتن محمود الخطيب واعضاء مجلس اداره كلهم. الحقيقه يستحقوا الثناء ويستحقوا الشكر على كل المجهود اللي بيبذلوه خلال السنوات السابقه و تحقيقهم لوعدهم لأعضاء الجمعية العمومية. احنا قلنا هنعمل لكم واحد اتنين تلاتة، احنا طبعا في اربعة وخمسة وستة وعشرة، بنحاول قبل نهاية المدة القانونية لمجلس الإدارة الحالي اللي هي كمان سنة لسه ولا سنة وشوية، نكون وفينا بكل الوعود لجمهور النادي الأهلي اللي يستحق أكثر وأكثر. خلونا نطلع نشوف كلمة كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي وكلام عن مشروع القرن. الأرض خدناها سنة 2004 وخدناها في وجود مجلس إدارة برئاسة الكابتن حسن حمدي، ربنا يديله الصحة. وأنا بشكر جدا النهاردة كان حريص جدا أن يكون موجود، للأسف عنده ظروف صحية وعشان كده بعت ابننا تيمور حسن حمدي موجود معنا. ابتدينا ان احنا نفكر ازاي يكون الاستاد في اكتوبر في الشيخ زايد. بعد المرحلة دي تم تكليفنا برئاسة النادي الاهلي سنة 2017 اخر 2017. كان عندنا اهداف كمجلس ادارة، الهدف الرئيسي عشان نعرف نشتغل كويس في كل الملفات وفي كل الامور ان يبقى عندك دستور، يكون عندك دستور النادي الاهلي. دستور النادي الاهلي متمثل في نظام او النظام الاساسي، لائحه النظام الاساسي للنادي الاهلي اللي بشكر فيها محمود بفهمي، كان في لجنه مكونه من ساده يعني افاضل قانونيين، محمود بيه كان بيرقصهم، وقدموا لنا دستور وقدموا لنا لائحه النظام الاساسي للنادي الاهلي، فانا بشكرهم جدا. من خلال اللائحه دي بقى عندنا ان احنا نقدر نعمل شركات اللي تفضل بيها السيد الوزير واللي ساعد فيها الحقيقه في ان احنا ناخد خطوات سريعه فيها، فعملنا اكثر من شركه منها شركه الاهلي للمنشات الرياضيه. طيب نفس المشكله واجهتنا الارتفاع، لان الارتفاعات اللي كانت موجوده في الشيخ زايد هي 6 متر بس، 6 متر فقط. عشان تعمل استاد ازاي يبقى 6 متر؟ عشان نعمل استاد فكرنا من زمان جدا عشان نوصل ناس متخصصه، يعني نحفر جوه الارض ونحفر تحت اكتر من 25 متر عشان نبني الاستاد بتاعنا. طبعا ده كان امر في منتهى الصعوبه. ويميها الحقيقه انا فوضت من مجلس اداره ان انا اروح لاكتر من جهه مسؤوله، ورحت وقعدت كتير وقعدنا على مدار يمكن سنه ونص او سنتين عشان نحاول ناخد موافقه ارتفاع، وده اللي حصل الحمد لله رب العالمين. هيئه عمليات القوات المسلحه في مارس 21 ادونا موافقه لارتفاعات 30 متر،
ده الأمر الأساسي. عشان كده أنا بشكر كل مؤسسات الدولة اللي بالحقيقة بيتعاونوا مع أي عمل جاد، وبشكر الحقيقة كل الناس أو كل الأساتذة واللواءات والأجهزة اللي كانت وراء يعني الموافقة دي. الموافقة دي هي أساس العمل النهاردة. لو ما كانش عندنا الموافقة دي ما كانش فيه استاد. فالحمد لله رب العالمين إن احنا حصلنا على هذه الموافقة، ودي بقى بالنسبة لنا هي نقطة التحول الرئاسية. ومش تحول بس، هو نقطة الأمل. الأمل ابتدى يبقى في عينينا، والأمل ابتدى يبقى في دماغنا، عايزين نتحرك. عشان كده ابتدينا ان احنا نفكر، عايزين جهة مسؤولة، عايزين هيئة مسؤولة، اللي هي أنشأنا شركة الأهلي للمنشآت الرياضية. حق جمهور النادي الأهلي إنه يروح الاستاد بتاعه بسهولة، ويدخل بسهولة، ويخرج بسهولة، ومعاه الأدوات اللي بيشجع بيها المتاحة، إن هو ياخد ولاده ويقضي يوم في مباراة للنادي الأهلي في الاستاد، ياخد ولاده ويروحوا المتحف. كل الأمور دي للأجيال الجديدة بإذن الله يعرفوا قيمة النادي الأهلي إن شاء الله. إحنا المفروض ناخد بالنا من الفرق الرياضية اللي بتخليها النادي الأهلي النهاردة أول نادي في العالم في تحقيق البطولات. لازم نصرف ولازم ندعم الفرق الرياضية. فمش معقولة كمان النادي الأهلي يطلع من عنده مبالغ مليارات المليارات علشان نبني استاد وما نصرفش الكلام ده في فرقنا الرياضية، ما نصرفش الكلام ده لخدمة أعضائنا أعضاء النادي، ما نصرفش الكلام ده في إسعاد جماهيرنا، ما نصرفش الكلام ده في التطوير المستمر لكل منشآت النادي وكل فروع النادي، وكمان بنبني فروع جديدة الحمد لله رب العالمين. يوم تاريخي يا جماعة، لو احنا افتكرنا آخر مباراة اتلعبت في استاد التيتش، معرفش حد فاكرها ولا لا، رسمية، مباراة رسمية، فاكرها يا عادلي انت؟ كلام دوت كان سنة 76 75 آسف سنة 75 مباراة رسمية. يعني عدى لغاية النهاردة يا جماعة 49 سنة. 49 سنة الحلم موجود، 49 سنة مجالس الإدارة بتشتغل عليه، 49 سنة الجمهور نفسه يشوفه، 49 سنة الناس كلها منتظرة ده. النهاردة احنا ان شاء الله بإذن الله يكون هو ده بداية تحقيق هذا الأمر. هنا انا ما فضلش بالنسبة لي غير حاجة واحدة، حاجة واحدة بس نفسي تتحقق ونفسي أحققها مع زمايلي، إن أشوف النادي الأهلي بيلعب في استاده. ده أمر مهم جدا بالنسبة لي وأمل كبير جدا بالنسبة لنا. ساعتها بس هحس إن إحنا كلنا، وأنا بقول معايا بقى زمايلي أعضاء مجلس إدارة، وأي واحد ارتبط اسمه باسم النادي الأهلي، أي واحد ارتبط اسمه بقى عنده اسم شهرة، لأن ده النادي الأهلي وده جمهور الأهلي. فكل زمايلي وأنا أوله، إحنا عندنا دعم كبير، وإحنا يعني عندنا كمان مهمة كبيرة جدا إن إحنا لازم ننقذها عشان جماهيرنا. لكن كل اسم مر جنب النادي الأهلي هو استفاد من النادي الأهلي. علشان كده النادي الأهلي من حقه علينا احنا كلنا نشتغل، حتى لو اشتغلنا بأزمنة وبوقات ودينا فكر ودينا رؤية ودينا، يعني بيقول مثلا ايمن وبيقول محمد كامل احنا فعلا التقينا في وانا بتعالج، وانا على فكرة طالع تاني لمين اللي جايين دولت. المهم احنا كلنا هنحس، وانا ساعتها بصراحة احس لو اتحقق حلمنا وشفنا او شفت، حتى لو كنت قعيد يعني شفت بس مجرد مباراة في النادي الأهلي في الاستاد الاهلي، ده بالنسبة لي احس ساعتها ان انا رديت جميل للنادي ورديت جميل للجماهير، وكمان شكرت الله سبحانه وتعالى على كل امر فيه توفيق ربنا اكرمنا به.
الحمد لله رب العالمين. الحقيقة كلام مهم جدا من كابتن خطيب، وزي ما قلت لحضراتكم حدث تاريخي. إن شاء الله الفترة اللي جاية يكون في عمل شاق علشان نشوف هذا الاستاد ويتحقق حلم كل الأهلوية، أن يكون عندنا استاد يحمل اسم النادي الأهلي، بغض النظر عن الاسم اللي هيكون موجود، لأنه الاسم اللي هيكون موجود هيدفع له فلوس كتير جدا 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 عشان يعني يبقى استاد الأهلي وكذا. يعني في أسماء كثيرة جدا مطروحة، واعتقد الدكتور محمد سراج بيبقى هو اللي له الدور يعني في هذا الامر. لكن اللي عايز اقوله وانا بتكلم، بس قبل ما انهي كلامي عن هذا الامر، يا جماعه احنا في خضم ايام تاريخيه كبيره جدا 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 في النادي الاهلي. اللي جاي صعب جدا جدا. كابتن خطيب لو شفتوا حضراتكم الزم الجميع بضوابط معينه، الزم الجميع بضوابط معينه، تحالف الشركات اللي موجود الكابتن خطيب ألزمه بالضوابط، هو قالها في كلمته. يعني هي الكلمة طبعا حوالي 22-23 دقيقة، ولكن اللي ياخد باله من الكلمة ان الكابتن خطيب بيلزم الجميع او كل من له يد في بناء هذا الاستاد، من تمويل، من انشاء، من مقاولين، من حاجات كتيرة جدا، بيلزم الجميع بضوابط معينة مع شركة الأهلي للمنشآت الرياضية، وبالتالي هيبقوا هم السوبرفايزر أو هم المراقبين لكل الأمور. وده جوه كلمة الكابتن، لازم تاخد بالك من بعض الكلمات اللي بتتقال، لأنه في النهاية أنت بتتكلم عن اسم النادي الأهلي، عن استاد النادي الأهلي، مش بتتكلم عن حاجة بسيطة جدا. فعشان كده خدوا بالكم الأيام اللي جاية هتسمعوا فيها حاجات كتيرة جدا، وهتسمعوا هنا حد اللي مع الموضوع، وبعض من لا يشجع النادي الأهلي اللي هم ضد الموضوع، ويطلعوا يقولوا لك أصل ده مش عارف إيه، وده إيه وده إيه وده إيه. كابتن خطيب عشان كده تحديدا ألزم الجميع بضوابط معينة. أنا مصمم إن أنا أقول هذه الكلمة مرة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة، علشان هنرجع بعد كده لهذه الكلمة، إن بإلزام رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي كابتن خطيب لكل الشركات اللي موجودة في هذا التحالف بضوابط معينة، وبالتالي الأمور هتفضل على حسب ما سيتم الإعلان عنها إن شاء الله في شهر 10 القادم. ده بناء على الكلام اللي قاله دكتور محمد سراج امبارح مع كابتن شوبير. عموما مشروع كبير جدا، وبالفعل يستحق لقب مشروع القرن. هنروح بقى لفريق كرة القدم اللي واصل تدريباته النهاردة استعدادا للمرحلة المقبلة، مواجهة فاركو إن شاء الله في الدوري المصري يوم الجمعة 14 يونيو عقب نهاية فترة التوقف الدولي. كولر الحقيقة عمل محاضرة بالفيديو مع كل اللاعبين لشرح بعض النقاط الفنية في التدريب. أيضا التدريب شهد تركيز على تنفيذ بعض الجمل الفنية ما بين اللاعبين. إن شاء الله يوم السبت من المقرر أن يخوض فريق النادي الأهلي مباراة ودية ضد نادي النجوم. ستقام المباراة زي ما حضراتكم عارفين على ملعب مختار التتش في مقر النادي بفرع الجزيرة. طاهر موجود، أفشة موجود، أفشة موجود، طاهر موجود، مودست موجود، أفشة موجود، هروح وارجع على أفشة تاني. طاهر موجود، الكل موجود في هذا التمرين أو في تمرين الجماعي للنادي الأهلي، لأنه كلام كتير قيل على موضوع محمد مجدي أفشة. محمد مجدي أفشة إذا رأى مدير الكرة أنه هو أخطأ فسيتم عقابه وسيعتذر، وبالتالي الموضوع يا جماعة النادي الأهلي أكبر من أي حد. النادي الأهلي كل لعيبته لعيبة محترمة، كل لعيبته لعيبة كبار جدا ونجوم وكل حاجة، ولكن في نفس الوقت عايز أقول لحضراتكم حاجة، اللعيبة دي بشر، اللعيبة دي بتخطئ، لأنه مفيش واحد في الدنيا لا يخطئ، كلنا بنخطئ، ولكن كيفية العقاب عند الخطأ هو ده الموضوع. النادي الأهلي مش بيعمل الشغل جهجهوني، النادي الأهلي
مش بيعمل الشغل علشان يطلع مثلا مدير الكرة يتنطط ويقول انا عملت ولا خليت ولا سويت. عمرها ما بتحصل. من ايام الله يرحمه كابتن ثابت البطل اسطوره كبيره، واللي بعده واللي بعده لغايه كابتن سيد عبد الحفيظ، لغايه دلوقتي كابتن خالد بيبو، الكل بيواصل، الكل بيواصل العمل على ايه؟ على لائحه. لائحه بيتم تطبيقها على المخطئ، لانه لو في فريق كوره عنده لعيبه مش مخطئين، والله العظيم ثلاثه ينزلوا درجه رابعه. يعني ايه يا عم اسلام الكلام ده؟ لعيب الكوره بيبقى دايما عنده زي الفنان كده، او لعيب الكوره عنده دايما حته لازم يكون فيها ابداع. فالابداع ده بيخليك تفكر وبيخليك تروح وبيخليك عايز تعمل الثرو باس بشكل حلو عشان يروح يجيب المهاجم، يروح يجيب جون، او الباك رايت يعمل اوفر حلو عشان المهاجم يجيب جون. وبالتالي كل البشر بيبقى عندهم غلطات، ولكن زي ما قلت لحضراتكم في النهايه كيفيه العقاب وكيفيه احتواء الامر. تم احتواء الامر بتطبيق اللائحه والموضوع انتهى. من فضل حضراتكم مش عايزين نتكلم في هذه الامور مره اخرى، لانه النادي الاهلي زي ما قلت لحضراتكم دائما سيظل اكبر من اي حد. طيب هنرجع نتكلم تاني عن فريق الكرة، لانه النهارده كان معلول اللي موجود، وامبارح ايضا كان علي معلول اللي موجود في حفل التدشين المشروع القرن في النادي الاهلي. ولكن نروح لقطاع الناشئين في النادي الاهلي والمدير الفني لقطاع الناشئين كابتن بدر رجب. يا كابتننا مساء الجمال. مساء الفل كابتن اسلام، ازيك يا حبيبي؟ ازي حضرتك يا كابتن، حضرتك اللي وحشني جدا، اخبار صحتك ايه؟ والله في نعمه وفضل من الله، الحمد لله حبيبي كله تمام الحمد لله. دايما بنسال عليك كده وبنشوفك وبنستمتع بوجودك في الملعب دايما. حبيبي ربنا يخليك ويبارك فيك. ربنا يخليك يا كابتن بدر. كابتن بدر الفتره السابقه فتره صعبه جدا، ونجاحات كثيره لقطاع الناشئين داخل النادي الاهلي. مش مساله ان انا افوز ببطوله، ولكن عدد الناشئين اللي بيتم تصعيدهم للفريق الاول اعتقد هو ده مبتغى دائما قطاعات الناشئين في اي مكان. النادي الاهلي بيلعب على الناحيتين، ان انت تاخد البطوله وفي نفس الوقت عدد كبير من الناشئين يكون موجودين تحت امره المدير الفني للفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي، وده حصل خلال الفترات السابقه. خليني اقول لك كابتن اسلام ان احنا بنكمل شغل بعض، تعودنا في النادي الاهلي ان احنا نكمل شغل بعض زي ما كان موجود الكابتن خالد بيبو، موجود دلوقتي الكابتن وليد، وكلنا خدمة وإمارة النادي الأهلي إن احنا نسعى إن احنا نخدم النادي الأهلي بكل الطرق. صحيح. وخليني أقول لك إن احنا بصدد تكوين فريق أمل من ثلاث مراحل سنية، وده الهدف الأسمى والأعلى، إن أنت تعمل لاعب من الفريق الأول والمنتخبات المصرية. ده خبر حلو جدا. ده خبر حلو جدا. وده مشروع زي إمبارح مشروع القرن بالنسبة للنادي الأهلي. في برضه مشروع القرن بالنسبة للنادي الأهلي إن احنا نعمل من الثلاث فرق الموجودين تحت الفريق الاول فريق الامل، وده سبق تملي النادي الاهلي طباق طول عمره ان هو ازاي يستخدم قطاع الناشئين في خدمه الفريق الاول للنادي الاهلي، ثم بالتبعيه للمنتخبات الوطنيه سواء الشباب او الاولمبي او الفريق الاول. كابتن معلش قبل ما نكمل كلامنا، هل ممكن حضرتك تشرح لنا اكتر هذا الامر ولا لسه الامر لم يتم الاعلان عنه بشكل رسمي؟ لا احنا بادئين فيه الحمد لله، والموضوع الولاد بيتمرنوا دلوقتي، وجمعنا اللعيبه، ويعني بصدد ان احنا ان شاء الله نعلن عنه ويبقى الفريق ده فريق امل للنادي الاهلي موجود. هنعمل له مفصات خارجيه ومفصات داخليه ان شاء الله، يبقى الموضوع كويس، بس احنا مش عايزين نعلن دلوقتي لان احنا لسه بنكون الفريق. لكن سيتم اختيارهم من المراحل السنيه المختلفه الثلاثه اللي تحت الفريق الاول. ده اللي نقدر نقوله يعني في هذا الامر. مظبوط عشان كمان نعمل فريق او نعمل بطل رياضي من صغره متعود على البطولات. هايل يا كابتن. هايل. في النادي الاهلي، ودي حاجه كويسه ان انت تمرن اللاعب يعني ايه يدرك ويعي وينفذ ان هو موجود في النادي الاهلي بيلعب على بطوله المركز الثاني بالنسبه له المركز الاخير، مش بيلعب وخلاص، لكن انا ربي لاعب ناشئ عندي يبقى صاحب بطوله، وبالتبعيه بيلعب فوق، هو بيحارب على بطوله للنادي الاهلي، النادي بطولات، بالتالي بيحتاج ناشئ
اصحاب بطولات من الصدر، وده اللي بنسعى له وده هدف بالنسبه لنا. لكن الهدف الاسمى ان احنا بقطاع الناشئين ان احنا نعمل لعيب للفريق الاول، وده هدف اسمى واعلى بكثير من ان احنا نعمل بطوله وناخد كاس او ناخد مركز. ده صحيح. مش بيهمنا في المقام الاول، ولكن هو ضروري جدا للنادي الاهلي، لان قدر النادي الاهلي ان هو تملي بيلعب على بطوله سواء محليه او قاريه او عالميه بالاشتراك في كاس العالم للانديه. الحقيقه مشروع رائع، واعتقد ان هو يوازي مشروع القرن اللي احنا شفناه امبارح، وهذا المشروع الرائع، لانه في النهايه ان يكون عندك فريق ان شاء الله ان شاء الله يكون معظمه موجود في الفريق الاول لو ليهم نصيب طبعا، اعتقد ان ده هيوفر مبالغ كبيره جدا جدا جدا، وفي نفس الوقت يخليك تاخد بطولات كثيره جدا من ابناء ناديك. انا مش عايز احرق الموضوع كله، ولكن اعتقد ان دي بدايه، وعندما ينتهي كابتن بدر وكابتن وليد من هذا الامر اعتقد سيتم الاعلان عنه يا كابتن بدر بشكل رسمي. هو موجود في درافه وما بيني وما بين الكابتن وليد سليمان رئيس القطاع، وكابتن محمد شوقي، كابتن تامر حكمي، كل الناس القائمين على القطاع همهم الشغل ان هم ازاي يفيدوا النادي الاهلي وازاي يشتغلوا للفريق الاول. تملي يعني لما بتشوف كابتننا الكبير كابتن محمود الخطيب والتضحيات اللي بيأديها للنادي الاهلي عشان يبقى النادي الاهلي تملي هو نادي القرن والنادي الاسمى والاعلى في افريقيا وفي الوطن العربي، اكيد انت كواحد من ابناء النادي الاهلي بتحاول تساعد ولو حتى بمجهودك. وده موجود اتعلمناه في النادي الاهلي، احنا بنشتغل بنظام العائله، كلنا بنقدم علشان حتى اللي يجي بعدينا يلاقي حاجه يستند عليها، ودي حاجه اتعلمناها من الناس الكبار بتوعنا، حتى اللي موجودين دلوقتي اتعلموا من الكبار واحنا بنتعلم منهم، وده هيبقى موجود طول ما النادي الاهلي قائم على ارض مصر ان شاء الله. اجيال دائما تسلم اجيال. بدانا من هذه وانا بتفرج على الفيديو اللي حضراتكم بتتفرجوا عليه دلوقتي، كان في اولياء امور كتير واقفين، اذا دي اختبارات النادي الاهلي في مراحلها الاولى اللي انتهت النهارده او انتهت اليومين اللي فاتوا، ثم دلوقتي بدانا في المرحله الثانيه. يا كابتن بدر لو تشرح لنا اكتر. نعم، عملنا اختبارات القاهره. نعم. اهلي بلديه مصر، ودي كانت اختبارات اوليه. خلصنا منها، عملنا هنعمل التصفيه الفتره اللي جايه، ابتدينا نروح المحافظات. النهارده خلصنا محافظه الزقازيق في ابو كبير، وانتقينا بعض اللعيبه برضه هيتم تصفيتهم في اهلي مدينه نصر، وبكره ان شاء الله هنبقى في زبته، وبعديها ان شاء الله السويس، وبعديها اسكندريه، ثم نتوقف شويه لغايه اجازه العيد، وبعد كده ناخد خط الصعيد، وبعد كده ناخد خط شمال سيناء والغردقه والمناطق اللي بعد كده. وده يعني مجهود شاق جدا على قطاع الناشئين في النادي الاهلي، لكن احنا قدها وجود ان شاء الله، لان في الاخر كل ده بيصب في صحه النادي الاهلي. احنا سعادتنا اما نجيب لعيب كويس يمثل النادي الاهلي. صحيح. احنا ما بنشتغلش لنفسنا، تملي قدر النادي الاهلي، وبنشتغل للاخرين، لان انت بتشتغل للمنتخب المصري بجانب ان انت اشتغل لناديك النادي الاهلي. بس مجهود كبير يا كابتن، برضه اسكندريه، شرقيه، سويس، زقازيق، يعني تقريبا كل محافظات مصر، والباقي هيكتمل بعد العيد ان شاء الله. كل سنه وحضرتك طيب، فبالتالي مجهود كبير جدا تستحقوا عليه الشكر، ولكن انا عارف انه النادي الاهلي يعني دايما احنا يعني كل المسؤولين في النادي الاهلي يقدروا يعملوا اي حاجه عشان خاطر النادي الاهلي. لا، شكر على الواجب يا كابتن اسلام، احنا بنشتغل في النادي الاهلي. نعم. وانت بتستمتع بالشغل، انت بتحب، يعني احنا بنحب نستمتع بالشغل اللي بنعمله، حتى لو كان شغل فيه ارهاق ومجهود كبير جدا، لكن انت بتحب تشتغل في حاجه بتحبها، وبتشتغل في مجال تخصصك. صحيح. وبتشتغل في حاجه اسمها كره القدم، كره القدم دي بحر واسع جدا يا كابتن اسلام. حقيقي. من حيث الانتقاء، ومن حيث التدريب، ومن حيث العلم، ومن حيث الثقافه، كل ده موجود وبندرسه وبنتعلمه ونشربه من النادي الاهلي. اللي جاي ايه يا كابتن بدر؟ يعني بعد الاختبارات هتبدا الفرق اعتقد بقى ترجع مره تانية، وبالتالي يعني مجهود جديد وامور جديده قد تحدث خلال الايام القادمه او بعد نهايه يعني الاختبارات. ان شاء الله بعد نهايه الاختبارات هتبقى في تصفيه، وبعد كده هيبقى في فتره اعداد الفرق اللي موجوده في القطاع، ومن اول فرق البراهم. واحنا السنه دي عملنا حاجه جديده برضه زي السنه اللي فاتت، بدانا اختبارات 2019، ودي اول مره تحصل في مصر.
وزي ما قلت لك ان النادي الاهلي رائد في كل حاجه حتى في التقاء اللاعبين من الصغر، ودي مرحله شاقه جدا 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 وبتحتاج مجهود كبير جدا انك بتتعامل مع طفل صغير عنده 5 سنين او 5 سنين ونص ويبتدي يتعامل مع كره القدم سواء من ناحيه الاحساس بالكوره والاكتشاف والاستكشاف، كل دي حاجات بتبقى موجوده في الطفل الصغير محتاجه ناس عندها خبرات كبيره جدا سواء خبرات عمليه او خبرات علميه من حيث الانتقاء ومراحل الانتقاء والاسس العلميه والعمليه في عمليه انتقاء الناشئين للنادي الاهلي. يعني نتمنى لكم يا رب كل التوفيق يا كابتن بدر، ودايما تبقى موجود معانا ان شاء الله بعد نهايه الاختبارات وقبل بدايه فترات الاعداد تكون موجود معانا ليتم بقى الاعلان عن مشروع فريق الامل خلال الفتره الجايه، لانه الحقيقه هذا المشروع وجهه نظري الشخصيه يعني مشروع مهم جدا 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 للنادي الاهلي. ان شاء الله يا كابتن اسلام الفتره اللي جايه دي بنعد جمعيه النادي الاهلي وبنعد مجلس الاداره ولجنه الكوره ولجنه التخطيط ان اللي هيبقى ترجع نغمه لاعبي النادي الاهلي اللي هم عندهم 17 سنه 18 سنه ان شاء الله يلعبوا في الفريق الاول، وده هدف بسعى له من زمان جدا جدا جدا. نرد حاجه خفيفه جدا اللي عمله معانا النادي الاهلي ان احنا نعمل قاعده كبيره جدا من الناشئين تلعب وهي صغيره وتمثل النادي الاهلي من حوالي من 10 سنين ل 15 سنه بيلعبوا متواصل، وده هدفنا الاسمى والاعلى في الفتره الجايه ان شاء الله. أنا بشكرك جدا يا كابتن بدر على وجودك معانا. كابتن بدر رجب المدير الفني لقطاع الناشئين لكرة القدم. اللهجة اللي كابتن خطيب اتكلم بيها امبارح وهي إن احنا نفسنا نعمل حاجة للنادي الأهلي علشان نبقى إدينا أو رجعنا جزء من اللي النادي الأهلي عمله لنا، كابتن خطيب قال كده امبارح في كلامه. النهاردة كابتن بدر بيقول تقريبا نفس الكلام فيما يخص قطاع الناشئين. لو جبت كابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي او لما سمعناه امبارح وهو بيتكلم بهذا الشكل وبهذه الطريقه، اجيال بتسلم اجيال يا جماعه، اجيال بتسلم اجيال، هو ده الفرق ما بين النادي الاهلي واي حد تاني، ان الاجيال دايما بتسلم بعض، طريقه الكلام واحده. كابتن بدر رجب كان ممكن جدا يروح يقعد في البيت ويودي ده ويودي ده ويودي، كابتن بدر ما بيعملش كده، كابتن بدر بيلف من، مش كابتن بدر لوحده، انا ما اقول مدير فني قطاع ناشئين، طبعا رئيس قطاع ناشئين كابتن وليد سليمان والجميع كلهم الحقيقه بيلفوا في كل حته عشان زي ما شفتوا مشروع جديد بيتم التحضير ليه علشان النادي الاهلي يستفيد من اولاده خلال الفتره القادمه. طيب بما اننا عايزين نروح برضو نطمن على منتخبنا الوطني من خلال زميلنا الأستاذ أو كابتن محمد توفيق لايف معانا على الهواء. كابتن محمد توفيق زميلنا موفد قناة النادي الأهلي أمام استاد القاهرة. يا توفيق أخبارك إيه وطمنا على الأخبار وأخبار منتخبنا الوطني النهاردة إيه؟ مساء الخير كابتن اسلام، تحياتي لحضرتك ولكل جمهور النادي الاهلي العظيم في كل مكان. بالامس يعني كالعاده النادي الاهلي يوم من الايام التاريخيه، وان شاء الله كمان زي ما حضرتك قلت اجيال بتسلم اجيال، وباذن الله النادي الاهلي كل ايامه تبقى انتصارات، كلها ايام تاريخيه ان شاء الله رب العالمين يا رب. انا حابب اطمن حضرتك على منتخب مصر اللي خلاص انهى بالفعل استعداداته لمباراه بوركينا فاسو ان شاء الله المقرر ليها العاشرة من مساء الغد على استاد القاهره في اطار مباريات الجوله الثالثه من مباراه المجموعه الاولى للتصفيات الافريقيه المؤهله لكاس العالم 2026. كان النهارده كان يوم طويل يا كابتن اسلام، ابتدى في ظهرا بالمؤتمر الفني او الاجتماع الفني للمباراه، وان شاء الله بكره منتخب مصر يرتدي زيه التقليدي التيشيرت الاحمر والشورت الابيض والشراب الاسود، وعلى الجانب الاخر منتخب بوركينا فاسو يرتدي اللون الاخضر بالكامل. الساعه 7 كان المؤتمر الصحفي لمنتخب مصر اللي حضره كابتن حسام حسن المدير الفني للفريق ومحمود تريزيجيه لاعب الفريق. كان ابرز ما جاء في المؤتمر الصحفي طبعا التفاصيل كلها طبعا مع حضرتك، اتكلم عن الروح الجميله اللي موجوده داخل معسكر مصر معسكر منتخب مصر ان كل اللاعبين سواسيه، ووجود محمد صلاح طبعا اضفى مزيد من التركيز على المعسكر واجواء اكثر مرعبه بينه وبين زملائه او الجهاز الفني. اتكلم كمان عن اهميه هذه المباراه وانها امام تقريبا المنافس المباشر في المجموعه، خاصه ان مصر في صداره المجموعه بست نقاط، ومن بعدها عن الفريقين اللي هنقابلهم في الجولتين القادمتين سواء بوركينا فاسو او غينيا بيساو برصيد 4 نقاط. من بعدها على طول الفريق ابتدى مرانه الاخير هنا على استاد القاهره. بطبع كابتن اسلام حضرتك عارف الفريق ابتدى معسكره منذ يوم 28 مايو الماضي،
ومستمر حتى اليوم بشكل يومي تدريباته هنا في استاد القاهره. كان التدريب بس حضرنا اول ربع ساعه فيه لاقتصر على بعض التدريبات البدنيه، ومن بعدها كابتن حسام قفل التمرين بشكل كامل للتركيز على كل الجمل الفنيه والخططيه اللي يعني ان شاء الله ينفذها بكره، وان شاء الله يكون موفق في اختيار الاستراتيجيه المناسبه والتشكيل المناسب، كمان اللاعبين باذن الله يكونوا موفقين داخل المستطيل الاخضر، وباذن الله اضافه 3 نقاط جديده مهمه جدا في مشوار الفريق نحو التاهل وحلم كاس العالم 2026. على طول يا كابتن اسلام، فور انتهاء مران منتخب مصر، يمكن كان في طبعا طاقم الحكام بيتمرن على استاد القاهره باذن الله، نتمنى لهم التوفيق هم كمان. وبعد كده كان المؤتمر الصحفي لمنتخب بوركينا فاسو، طبعا كان موجود المدير الفني براما تراوري، وموجود كمان احد لاعبي منتخب بوركينا فاسو سعيد اوسومبوريه، طبعا اللاعب المحترف في الدوري المصري يمكن مع اكثر من فريق وحاليا في فريق البنك الاهلي. طبعا المدير الفني لمنتخب بوركينا فاسو اتكلم عن قيمه منتخب مصر وانه واحد من اعظم المنتخبات داخل القاره، اتكلم طبعا عن كمان عن الجمهور المصري اللي عارف انه هيبقى موجود بعدد كبير جدا، يمكن اشاد بجمهور مصر يا كابتن اسلام من خلال قال انا اتفرجت على نهائي سواء الكونفدراليه او نهائي دوري ابطال افريقيا ما بين الاهلي والترجي، وعارف ان بكره هيبقى فيه جمهور كبير، ولكن طبعا احنا مذاكرين الفريق بشكل كويس. يمكن طبعا الصحفيين كلهم اتكلموا معايا سواء هو او سعيد اونسومبوري كابتن عن ان في كذا لاعب في فريق بوركينا فاسو محترفين بالفعل في يعني الدوري المصري، سواء سعيد اونسومبوري او كمان بلاتي تراوري لاعب فريق بيراميدز، وكمان كان في الجهاز الفني احد اعضاء الجهاز الفني يعني محمد كوفي، فقال ان طبعا اتكلموا معايا في كل التفاصيل الفنيه، ولكن طبعا دي اسرار مش هنتكلم فيها، وهتشوفوا الاداء داخل الملعب بكره. الفريق كلمت معاه كمان عن استعداده كابتن اسلام للمباراه، قال ان احنا كنا في معسكر مغلق في المغرب من يوم 28 مايو، الفريق وصل بالامس هنا الى القاهره، اتدرب تدريب وحيد بس اللي هو النهارده كان على ملعب استاد القاهره اللي هيحتضن المباراه غدا. طبعا اتكلم قال احنا عارفين زي ما قلت حضرتك قيمه منتخب مصر، وهنحاول نلعب على فرصنا، وان احنا عارفين ان احنا بنقابل متصدر المجموعه وعاملين حسابنا كتير للماتش دوت. طبعا الاستعداد اكثر من رائع هنا داخل استاد القاهره كابتن اسلام، ان شاء الله نتفرج بكره على مباراه كبيره يكون فيها التوفيق مع منتخب مصر، وثلاث نقاط زي ما قلت حضرتك غاليه جدا في مشوار التاهل باذن الله لكاس العالم 2026. هل هناك اي ملامح للتشكيل اللي قد يبدا به كابتن حسام بكره؟ يمكن الناس سالت كابتن حسام بالفعل كابتن اسلام في المؤتمر الصحفي خاصه في جزئيه حراسه المرمى، قال كل اللاعبين جاهزين، وخاصه طبعا على الشناوي ومصطفى شوبير، قال كل اللاعبين جاهزين ودي حاجه ايجابيه للفريق، ولكن بكره هتشوفوا في المباراه التدريب. يمكن طبعا زي ما قلت لحضرتك كان في اغلاق تام للتدريبات سواء التدريبات الاخيره او كمان التدريب النهارده، ولكن يعني زي ما قلت لحضرتك نتمنى ان كابتن حسام يختار التشكيل الامثل الاستراتيجيه الامثل، وان شاء الله يكون موفق فيها، وكمان اللاعبين يكونوا موفقين، واي 11 راجل يرتدوا تيشيرت منتخب مصر يكونوا موفقين باذن الله رب العالمين. اعتقد استعدادات على قدم وساق لكل المسؤولين في استاد القاهره برئاسه يعني دكتور وليد عبد الوهاب، كل الاستعدادات وكل الامور واضحه، ودخول وخروج الجماهير ان شاء الله، ان شاء الله تكون مباراه تليق ان شاء الله باسم مصر، ويستطيع منتخبنا الوطني ان يفوز في هذه المباراه ان شاء الله. اللي انا عارفه ان كل التذاكر سولد اوت، يعني تم بيعها كلها، فعشان كده بكره اعتقد ان احنا هنلاقي 60-70 ألف متفرج موجودين في استاد القاهره يا محمد. بالفعل كابتن اسلام كان التذاكر نفس ده من زمان جدا ما شفناش ان يعني كان في فتره كده جه كان المدرجات بتبقى خاويه شويه في مباراه المنتخب، ولكن اعتقد يعني في تركيز تام خاصه من الجماهير زي ما حضرتك قلت طبعا، واشدت بهيئه استاد القاهره هنا، يمكن منظر استاد القاهره الرائع اللي ظهر في نهائي دوري ابطال افريقيا اعتقد هنشوفه تاني بكره، الجمهور المصري الرائع باذن الله يكون موجود وعند الميعاد كعهدنا بيه دايما، اعتقد كمان تسهيلات امنيه ما بين الشركات الوطنيه سواء وزاره الداخليه او شركه تذكرتي والشركه الافريقيه، كلها شركات وطنيه بتعمل على خدمه الجمهور المصري، واعتقد بكره باذن الله جمهور مصر يضرب يعني احسن مثال في التشجيع المثالي، وباذن الله كلنا نحتفل بعد المباراه بثلاث نقاط غاليه جدا، ومن بعدها ان شاء الله كمان مباراه غينيا بيساو، واعتقد هنكون قربنا بنسبه كبيره جدا كابتن اسلام من حلم التاهل لكاس العالم باذن الله رب العالمين. اجواء رائعه، الجمهور اكيد هيغلفها ويكون الرقم اللاعب رقم واحد كالعاده، وباذن الله نحتفل بكره بعد انتهاء المباراه وثلاث نقاط جديده والوصول للنقطه التاسعه باذن الله رب العالمين. زميلنا محمد توفيق موفد قناه النادي الاهلي من استاد القاهره، وزي ما حضراتكم شايفين انا بشكرك شكرا جزيلا يا محمد على وجودك معانا وعلى كل هذه المعلومات الخاصه بمنتخبنا الوطني، شكرا جزيلا. علي معلول، في بعض الحاجات اللي الواحد لازم يركز عليها ودايما لازم نتكلم عنها ونتكلم عنها بشكل واضح. علي معلول اتقال كتير عليه الايام اللي فاتت، الحمد لله علي كان موجود امبارح
في او زي ما حضراتكم شايفين النهارده في تدريب الفريق ومبسوط وبيضحك وبيهزر ومع زمايله بتاع. طبعا رجليه لسه هياخد وقت، ولكن وجوده في التمرين بس علي من الناس اللي او من اللاعبين اللي محبوبين جدا. امبارح لحظه دخوله كان في مشروع تدشين القرن الحقيقه هي امام حضراتكم، اعتقد ان الناس كلها بترحب. دي لحظه خروجه بعد نهايه الحفل امبارح وخروج علي معلول، وكان معاه طاهر وكان معاه حسين الشحات وكان معاه كهربا وكريم ندفد وطاهر محمد طاهر وعمرو السوليه. الجميع الحقيقه ملتف حوالين علي معلول، طبعا كولر ودكتور خالد وجوادي وايضا كابتن سامي قمصان زي ما حضراتكم شايفين. اولا باول بنوري لحضراتكم انه ما يقال على شاشه قناه النادي الاهلي هو الحقيقه وليس امر اخر. يعني احنا ما بنقعدش نخبي حاجه علشان مثلا كذا ولا كذا ولا كذا، لا، اتكلمنا في موضوع قفشه وقلنا ان قفشه هيتم عقابه بما ان كذا فتم عقابه وفقا للائحه. علي معلول قلنا لحضراتكم ما تقلقوش، علي بس عشان قاعد كان لازم يعمل رجله، لازم تبقى رجله عامله كده اول اربع خمس ايام او اول اسبوع، بالتالي ما كانش عارف ينزل فما راحش المباراه النهائيه. طلعت كلمات كثيره جدا واقاويل كثيره جدا على علي معلول ومش عارف ايه. النهارده علي معلول موجود في التمرين، امبارح موجود في الحفله اللي شفناها امبارح، وبالتالي كل ما يقال على شاشه قناتكم قناه النادي الاهلي هو كلام صادق وواضح، علشان احنا ما يهمناش حاجه الحقيقه غير خدمه جمهور النادي الاهلي من خلال الخدمه اللي احنا بنأديها على شاشه قناتنا قناه النادي الاهلي. الدكتور احمد جاب الله طبيب الفريق قال ان معلول بدا اليوم في تنفيذ مرحله جديده من العلاج الطبيعي والتاهيل في الجيم، واشار الى ان معلول يؤدي بشكل منتظم برنامجه التاهيلي المحدد من بعد الجراحه التي خضع لها مؤخرا. عايز اتكلم عن لقطة أخرى مميزة بطلها عمال فريق الكرة في النادي الأهلي ومستر كولر المدير الفني للنادي الأهلي. المجموعة العمال اللي موجودين في النادي الأهلي قاموا أمام حضراتكم بإهداء تيشيرت مرسوم عليه صورة مستر كولر بعد التتويج بدوري أبطال إفريقيا، وكولر علق على الهدية من خلال صفحته على السوشيال ميديا وقال يا لها من مفاجأة خاصة من فريقي العظيم. بالأمس قدم لي العمال الرائعون الذين يدعموننا بنشاط وجهد في ملعب التدريب وفي المباريات الخارجية هذا التيشيرت الفريد الذي لا يحمل صورتي فقط بل يظهر أيضا كأس الدوري أبطال إفريقيا الذي تمكنا من الفوز به بانتصار صعب، وهذا للمرة الثانية. أنا ممتن إلى الأبد وبشكل لا يوصف لهذه الهدية القيمة ولتفاني فريق عملي بأكمله داخل وخارج الملعب. إنها ذكرى خاصة لهذا الإنجاز التاريخي الذي سأعتز به دائما من أعماق قلبي. ألف شكر لجميع المشاركين في هذه اللحظة المؤثرة. أنا فخور للغاية بأن أكون جزءا من عائلة الأهلي. كل اللي هقوله اللي جاي لأنه في النهاية إحنا هنا بنتكلم عن عائلة الأهلي. عائلة الأهلي زي ما حضراتكم شايفين السلوجان ده أطلقه كابتن محمود أعتقد في 2017 مع بداية تولي رئاسة النادي الأهلي، أطلقته حملة كابتن محمود الخطيب عائلة الأهلي. بالفعل عائلة الأهلي في الكورة وفي السلة وفي الطايرة وفي الهندبول وفي كل الألعاب وفي الكاراتيه وفي الباسكت في كل حتة، هي دي عائلة النادي الأهلي اللي دايما بنشوفها، وهي دي الروح وده الود داخل فريق الكرة بالنادي الأهلي، وده سر الانتصارات ان مفيش فارق ما بين العاملين والمسؤولين. بالمناسبة يعني هحكي لحضراتكم حكاية قبل ما اطلع فاصل. اقرب الناس للاعبين هؤلاء العمال الرائعين. العمال الرائعين دول يعني عم حارس ده الصندوق الأسود لكثير وكثير من اللاعبين. يعني ايه الصندوق الاسود؟ مش حاجه وحشه يعني، لا، لكن كل واحد فينا، انا هتكلم عن ايام كنا موجودين فيها،
الايام اللي كنا موجودين كل واحد فينا متضايق من المدرب، متضايق من لعيب زميله، متضايق من مراته، متضايق من ولاده، متضايق من اي حاجه، بيروح يحكي مع عم حارس ومكي والله يرحمه حنفي، كلهم كنا اي حد موجود معانا في السفريه، لانهم احنا بنحس ان هم اخواتنا الكبار وما بيطلعوش كلمه من بقهم. عمرك سمعت واحد في الناس دي بيطلع سر من الاسرار اللي حد يعني عم حارس ده بقاله كام 49 50 سنه، شوف عدى على كام جيل واتقال له كام سر، ولكن بقه مقفول بيسمع بس وبيديك نصيحته. وبالمناسبه في اوقات كتيره جدا كلهم هم اكبر مننا سنا، وبالتالي او معظمهم يعني على الاقل ايامنا كانوا اكبر مننا سنا، وبالتالي نصايحهم بتبقى مهمه جدا جدا جدا. نظام معمول به في النادي الاهلي وهو عائله النادي الاهلي، ودائما زي ما قلت لحضراتكم اجيال بتسلم بعض. خلينا نطلع فاصل، او قبل هذا الفاصل نروح تقرير نشوف اخر الاخبار المحليه والعالميه من خلال هذا التقرير، ومن بعد هذا التقرير فاصل، ومن بعد الفاصل النجم الكبير كابتن رضا شحاته في ضيافه البيت الكبير. قاد مارسيل كولر لاعبي القلعة الحمراء في ميران متنوع، شهد التركيز على تنفيذ بعض الجمل بين اللاعبين، سبقها محاضرة فنية بالفيديو واجتماعا مع اللاعبين قبل انطلاق الميران الجماعي، وقاد مخطط الأحمال ميرانا بدنيا متنوعا للاعبين مع بداية فقرات الميران، ووصل الفريق تدريباته استعدادا للمرحلة المقبلة. أدى نجمنا علي معلول جلسة تأهيل وعلاج طبيعي على هامش الميران الجماعي للفريق الذي أقيم اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، وأكد الدكتور أحمد قابلة طبيب الفريق أن معلول بدأ اليوم تنفيذ مرحلة جديدة من العلاج الطبيعي والتأهيل، وأشار طبيب الفريق إلى أن معلول يؤدي بشكل منتظم برنامجه التأهيلي المحدد من بعد الجراحة التي خضع لها مؤخراً. أسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخبنا الوطني ونظيره البوركيني المقرر لها يوم غد الخميس ضمن الجولة الثالثة للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، وسيرتدي منتخبنا الوطني القميص الأحمر والشورت الأبيض، بينما يرتدي منتخب بوركينا القميص الأخضر. سلط موقع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف الضوء على اقتراب استئناف التصفيات المؤهلة لكأس العالم في إفريقيا، خاصة مع موجة من التغييرات الإدارية التي اجتاحت جميع أنحاء القارة، ولم ينصب التركيز فقط على اللاعبين بل أيضا على التغييرات التدريبية المهمة في المجموعة الأولى. تتصدر مصر المجموعة، لكن رحلتها مستمرة تحت قيادة المدرب الجديد حسام حسن بعد حملة مخيبة للآمال انفصلت فيه عن المدرب روي فيتوريا. وذكرت تعهد حسن وهو شخصية محترمة في كرة القدم المصرية بقيادة الفراعنة إلى الصدارة. نفى الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف عبر بيان رسمي الأخبار التي تم تداولها بشأن تأجيل موعد إقامة بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب إلى شتاء عام 2026، وسار على الاتحاد الافريقي لتفنيد الخبر، وأن تأجيل بطولة كأس إفريقيا 2025 غير صحيحة تماما. كشفت تقارير صحفية أن النجم البلجيكي كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي بات قريبا من الانتقال إلى الدوري السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، وأبدى اللاعب البلجيكي استعداده للقدوم إلى الدوري السعودي في تصريحات جعلت مستقبله مع مانشستر سيتي غامضا. وأكد الصحفي الإيطالي فابريزو رومانو جاهزية الدوري السعودي لكرة القدم لتقديم عرض ضخم للنجم البلجيكي الذي كان يسعى لضم اللاعب منذ الصيف الماضي. توج النجم الإنجليزي جود بيلينغهام لاعب ريال مدريد الإسباني بجائزة أفضل لاعب في الموسم بصفوف الفريق الملكي، وذلك بتصويت الجماهير بعد تألقه هذا الموسم ومساهمته في الفوز بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا. هذا وقد توج جود بيلينغهام أيضا بجائزة أفضل لاعب شاب في مسابقة دوري أبطال أوروبا للموسم المنقضي. أشارت تقارير صحفية إلى أن الكرواتي إيغور تودو سيغادر منصبه كمدرب لفريق لاتسيو الإيطالي على خلفية نشوب خلاف مع الإدارة، وذلك بعد 3 أشهر فقط من تسلمه مهامه الفنية، وذلك رغبة من المدير الفني إجراء إصلاح شامل للفريق من خلال التخلص من بعض عناصر الفريق وجلب بدلاء لهم. أعلن نادي نابولي الإيطالي رسميا تعاقده مع أنطونيو كونتي مديرا فنيا للفريق لمدة 3 سنوات بداية من الموسم المقبل،
وذلك من أجل إعادة الفريق إلى منصات التتويج بعد التراجع وخسارة لقب الدوري الإيطالي الموسم المنتهي. أعلن النادي ليل الفرنسي رحيل باولو فونيسكا عن مهمة تدريب الفريق بعد قضائه عامين في المنصب وتعيين برونو جينيسيو خلفا له. وكان فونيسكا قد انضم إلى النادي الفرنسي عام 2022، نجح في قيادته للظهور في المنافسات الأوروبية قبل أن ينهي الموسم المنتهي مؤخرا في المركز الرابع المؤهل للمراحل التمهيدية من دوري أبطال أوروبا. كما أعلنت أن برونو جينيسيو سيتولى المهمة بعقد يستمر لمدة موسمين. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين، خلوني أرحب بضيفي وضيف حضراتكم في هذه الفقرة، نجم الكبير كابتن رضا شحاتة. ازيك يا رضا؟ حبيبي وحشتني. عامل إيه؟ كل تمام؟ من امبارح. من امبارح بس. اللي عجبك امبارح الوضع والشكل والأمور داخل مشروع القرن وتدشين مشروع القرن داخل النادي الأهلي؟ طبعا، يعني حاجة لازم تفتخر بيها كأهلاوي ان انت بيتك مشرفك، يعني دي حاجة مهمة جدا ان انت يبقى بيتك اللي انت تنتمي ليه بتبقى فخور وانت واقف وبتشوف اللي بيحصل والأفكار اللي موجودة والأفكار اللي هي بقى لها فترة طويلة وكل الإدارات اللي على مر السنين بتحاول تنفذ وتطبق السيستم اللي موجود. دي حاجة يعني شرف لينا وفخر ان احنا ننتمي للكيان النادي الاهلي، وسعيد جدا جدا باللي حصل امبارح، وبقينا خلاص بقينا كلنا مستنيين الاستاد. يعني احنا مستنيين المدينه كامله. يعني بناء على كل ما قيل الكلام اللي يخصنا قوي الاستاد بقى، يعني عارف احساس ان انت تبقى استادي الاهلي بيتك بالظبط كده، ده احساس كلنا كنا مستنيينه وكلنا مهم قوي بالنسبه لنا. يعني فاتمنى يا رب ان شاء الله نحضر اللحظه دي ويبقى في القريب ان شاء الله. وانت متخيل اول لقاء لينا في الاستاد الاهلي يبقى عامل، يعني انت متخيل الشعور ده؟ حاسس ان ده هيبقى حاجه، ده حدث، يعني حدث بالنسبه لنا كاهلاويه. صحيح. فدي حاجه مهمه جدا بالنسبه لنا، ويا رب ان شاء الله يوفق مجلس الاداره نخلص الموضوع بسرعه ونبقى نحضر الحدث الكبير ده. وزي ما قلت لك مهم جدا ان انت تبقى بيتك حاجه مشرفه وواجهه مشرفه لمصر ولمعظم الادارات اللي موجوده. يعني النادي الاهلي اداره مختلفه شويه، يعني لها سيستم وليها وضع، بدليل صحيح. الحمد لله النتائج الحمد لله ماشيه بكل الاستراتيجيات اللي حصلت او اتحطت للسنين اللي فاتت، الحمد لله بنشوفها على الارض الواقع فعايشينها. يعني فدي حاجه حدث كبير وحدث مهم، وبشكر كابتن الخطيب طبعا مجلس الاداره على اللي بيحصل في الفترة الأخيرة، حتى من الإنجازات في الكورة والألعاب الفردية، وفي الآخر برضو إنجازات منشآت، دي حاجة مهمة جدا. يعني دايما الأهلي سابق بخطوة، أعتقد أن ده ما يحدث هو أبلغ تعليق على هذه الجملة. طبعا، يعني احنا مش عايزين نقول برضو للناس هو ليه الأهلي سابق بخطوة، يعني احنا مش بنقول كلام لان احنا لانتمائنا للنادي الاهلي فبنقول الاهلي سابق بخطوه، لا، واحنا بنقول كده لان الاهلي سابق بخطوه. لو انت مشيت امبارح او سمعت كلام الكابتن خطيب امبارح اتكلم في كذا نقطه، قال لك الفكره كانت سنه 92 والارض خدناها 2004 والتنفيذ هيحصل 24. خلي بالك هو قال لك الحلم كمان بادئ معاه من 75. بالظبط، من اخر ماتش لعب على مختار التتويج بالظبط. انا بتكلم بقى على ان هو بدات الفكره 92. احنا ابتدينا احنا بننفذ 24، انت واخد بالك من الفتره دي كلها، استلمنا الارض في 2004. وكمان الحاجات اللي مش موجوده غير في النادي الاهلي ان رئيس النادي بيتكلم على رؤساء الانديه للسابقين. لا حقيقي، كان ممكن طبعا يطلع الكابتن خطيب يقول لك لا انا اللي عملت وانا اللي صاحب الانجاز وانا فده مش لا هو اتكلم من البدايه الحقيقه بالظبط كده، وتوالي رؤساء النادي للوصول الى هذه الارض، يعني سواء الكابتن حسن، الكابتن صالح الله يرحمه، ثم كابتن حسن حمدي، ثم استاذ محمود، مهندس محمود طاهر، ثم كابتن محمود الخطيب. هو ده اللي احنا بنقوله، ان احنا ليه سابقين بخطوه؟ لان الاداره في النادي الاهلي مش واحد بيشتغل لوحده، او مش فتره هي اللي عملت الانجاز، لا، النادي الاهلي بيسلم بعض. الهدف ده او الحلم ده بدا الفكره فيه سنه 92، بتتنفذ 24 مع ثلاث رؤساء انديه مختلفين او اربع رؤساء انديه مروا على 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 النادي، فكل واحد بيحاول، فممكن المحاوله ما تجيش فبيحاول تاني اللي بعده. الفكره هنا اسلام فكره ان انت ما يئستش، فده مهم جدا، فان انت بتطبقه النهارده او هو ده اللي بقى موجود خلاص في ارض الواقع، هي دي الخطوه اللي احنا بنقول عليها، ان احنا في النادي الاهلي في سياسه موجوده، والناس كلها كل اللي بيجي في الادارات
بيمشي عليها، عشان الهدف في الاخر هدف كيان مش هدف شخصي صحيح لحد بعينه او حد من مجلس اداره. ف اللي احنا بنشوفه ده ما جاش كده يا جماعه، الشغل ما بيجيش بالصدفه. بيجي بتعب واخلاص واجهاد ومجهود بيطلع في حاجات كتير قوي مش باينه للناس. انت ممكن في الاخر النهارده احنا بنتكلم الافتتاح الاستاد، هل بقى حد خد بقى المعاناه من 92 لحد ما بقى افتتحنا الاستاد ده؟ حد شاف اللي حصل، الكواليس اللي حصلت والاجراءات؟ محدش شاف حاجه. قال لك الموافقات يعني لوحدها قصه طبعا. طبعا احنا بنتكلم في سنين، احنا مش بنتكلم في صحيح. في سنه ولا اتنين، احنا قعدنا ده عمر. مجلس اداره امام حضراتكم للنادي الاهلي، مجلس اداره محترم يستحق كل التحيه وكل التقدير. مره ثانيه نقول كل الاسماء التي تستحق هذه الاحتفالية الكبيرة الرائعة الحقيقة، سواء كابتن محمود الخطيب رئيس النادي، الوزير العامري فاروق نائب رئيس النادي الله يرحمه، الأستاذ خالد مرتجي أمين الصندوق في النادي الأهلي، ثم الأساتذة الأستاذ طارق أنديل، الأستاذ محمد الجرحي، الأستاذ محمد الضماطي، الأستاذ محمد الغزاوي، دكتور محمد شوقي، ثم بقية الأسماء الكبيرة الموجودة، دكتور مهند مجدي، دكتور محمد سراج، أستاذ محمد الجرحي زي ما قلت لحضراتكم، ثم كابتن مي عاطف. مجلس إدارة محترم، مجلس إدارة يستحق كل التحية وكل التهنئة على هذا الحفل، حفل تدشين مشروع القرن داخل النادي الأهلي، حاجة محترمة. كل التحية وكل التقدير لمجلس إدارة النادي الأهلي. طيب نكمل كلامنا عن الأهلي قبل ما نتكلم عن المنتخب. إيه اللي مطلوب من مارسيل كولر بعد عودة اللاعبين من فترة أجازة لمدة أسبوع؟ عنده مجموعة كبيرة من اللاعبين مش موجودين، سواء مع المنتخب الأول أو مع المنتخب الأولمبي، يعني إيه اللي يعمله؟ عارف ما بتلحقش تاخد نفسك. فأنا بعذره جدا. خدت أسبوع طبعا. يعني ماشي يعني نفسك سنة، بس انت داخل على معمعه في الكوره، بلغه الكوره بتاعتنا بقى انت داخل على دوري عندك ضغط ماتشات رهيب فيه صحيح. فانت مهمه جدا 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 اللعيبه اللي موجوده معاك بره المنتخب دي تبقى جاهزه، مهمه جدا جدا تبقى جاهزه 100%، لان كل اللعيبه اللي موجوده في نادي الاهلي هتلعب الفتره اللي جايه مع ضغط الماتشات، والماتشات قريبه، فاتوقع ان كله هيبقى موجود في الـ في الـ في الـ المفرمه بتاعه اللي هي ان هو يرجع تاني. طبعا مهمه جدا، مهم جدا ان انت اللعيبه اللي هتجيلك منتخب برضو تبقى يعني واقف على رجليها، لان اللعيبه دي برضو ما خدوش يعتبر ما خدوش راحه، فانت صحيح. داخل برضو ورا بعض مشكله، دي هتبقى عندك مشكله برضو. فسياسه التدوير مهمه جدا في النادي الاهلي، هتبقى الفتره اللي جايه لازم تتعامل حسابيا كويس قوي عشان الاصابات، واللعيبه تبقى كلها مكمله معاك بشكل كويس، لان الدوري انا شايف الدوري صعب. والنادي الاهلي تاني، النادي الاهلي بطوله افريقيا خلصت، يعني الناس لفت خلاص ما بقوش شايفينها، بقت موجوده في التاريخ، في تاريخ النادي الاهلي. فاحنا في اللي بعده، اللي بعده اللي هو ايه دلوقتي؟ دوري. لما يجي بقى بطوله افريقيا يبقى ده موضوع تاني. بس احنا النهارده كل الاهلاويه سابوا البطوله وبصوا على ايه؟ على منتخب مصر. هنتكلم عليه بعد كده. دوري الاهلاويه. دوري دوري، انا عايز الدوري. فمهم جدا، مهم جدا الاوضه تبقى هاديه، مهم جدا التركيز الفتره دي، لان ضغط الماتشات هيبقى كبير، فلازم اللعيبه تبقى مستعده بشكل كويس. برضه الراجل يعمل ايه؟ التدريبات بقى من الناحيه الفنيه. لا بص، ما هي التدريبات دي، ما هي التجهيز ده هو التدريبات. التجهيز ده يعني اكيد في شق بدني هيبقى موجود للعيبه، الحاجات الفنيه خلي بالك ما تتغيرش، ان هو الراجل بقاله فتره طويله موجوده مع اللعيبه، فشكون يكون عنده افكار جديده عايز يطبقها، حاجه جديده مش عايز يعملها، مش هتقدر تطبقها انت عندك مجموعه كبيره في المنتخب. فهتطبق وهتسيب الناس اللي بره دي الى حد ما، انت في حاجات ثوابت، ده اي مدير فني بيبقى عنده ثوابت، وفي حاجات بتتغير على حسب الفرق اللي انت بتلعبها، بس في اساسيات ما بتتغيرش. يعني طرق لعب خطوط عريضه انت ثابته مش هتتغير. الحاجات بقى الصغيره، المواقف، باك ليفت مصاب فننزل باك ليفت تاني، الوظائف بتتغير. يعني الباك ليفت اللي بيلعب بيمينه، يعني كريم فؤاد لما لعب يعني الواجبات بتاعه المركز هنا اتغيرت عشان اللعيب ده ما بيروحش عشان يعمل الاوفر، ممكن يخش ياخد جوه. فانت ممكن تعمل ايه؟ يدخل جوه مختلفه. فانت ممكن تغير شكل الكوره على حسب البوزيشن اللي اتغير عندك ده. فده حاجات كلها تعديلات بسيطه مش كبيره جوهريه. الجوهريه دي بتتعمل معاك من بدايه الموسم،
لازم تبقى مجهزه، لازم كل اللاعبين موجودين تحت ايدك، ثابته التكتيك ثابت، ولكن التغييرات بتبقى بسيطه على حسب المشاكل اللي ممكن تقابلك وانت بتشتغل. طيب مباراه رسميه يوم 14 اللي هي اول مباراه رسميه للنادي الاهلي يوم 14 امام فاركو، فريق مهدد، فريق صعب. دايما الفرقه اللي هتلاقيها في اخر الجدول في الدور الثاني بالاخص بتبقى الامور صعبه جدا، ولكن الحاجات دي في النادي الاهلي اتعلمنا ان هي بتخلص في ربع ساعه الاولى. ما تسيبش الامور تمشي معاك، لان طول ما الماتش بيعدي او وقته بيعدي مع الفرق الصغيره بتعمل لك انت مشكله، لان هو دايما كل ما الوقت بيعدي هو بيتحمس اكتر، بيبقى عنده دفاعيه اكبر، فهيضايقك. فانت لو اول جون بدري او الامور بتخلص بدري تبقى احسن لك، الامور بتبقى اسهل ليك في والماتش ماتش شغال، والماتش هو شغال هنا وانت 0-0 انت بتدوس بنزين اكتر فبتفقد مجهود اعلى. انما لو في اول ربع ساعه قدرت تخطف هدف الامور بالنسبه لك بدنيا بتبقى اقل من انت تبقى محتاج ان انت تكسب. دايما الماتشات دي بتبقى ماتشات صعبه اللي هي الرسميه، لكن قال مثلا او تم الاعلان عن ان هناك مباراه وديه يوم السبت امام نادي النجوم، برضو راجل هيستفيد من طيب معنى الكلام انت بتقوله ده ان هو انت عندك 12 13 لعيب مش موجودين، اكتر يمكن 15 مش موجودين. الماتش الودي اللي هيلعبه يوم السبت هيستفيد منه ازاي؟ هتستفيد منه ان اللعيبه اللي انت هتحتاجها مع ضغط الماتشات تتعلم انا محتاج ايه، او انت الوظائف بتاعه المركز بتاعك ايه. ممكن يقولوا بقاله فتره او الفتره دي ما ينفعش يقعد كده، يقعد فتره طويله بدون مباريات رسميه حتى لو ماتش فنيا اقل. اللعيب احساس الماتش عموما غير ما تعمل، انا ممكن اعمل فرقتين، يطلع مجموعه من الناشئين واعمل فرقتين بس مش هدفها مش قوي زي ما تكون بلعب فرقه من بره النادي. لكنه ماتش رسمي يعني. ماتش رسمي طبعا. بالظبط كده. فاللعيب هنا بيبقى فيه وظائف طبعا، وفيه بيطمن على اللعيبه ال 90 دقيقه برضه في ماتش بتبقى احسن، لا بيجهزوا فنيا افضل يعني، فبقى احسن لهم ان هم يعملوا ماتش ودي. علي معلول وبدايه مرحله جديده من التاهيل، اعتقد امبارح وجوده على عكازين انت شفت الشكل، والنهارده برضه محاط بحب الجميع يعني. طبعا خلي بالك علي معلول بقى، عايز اقول لك حاجه، من اكتر حاجه ضايقتني الفتره اللي فاتت اصابته. صحيح. وتقريبا يعني ده احساس الاهلاويه يعني كله. تحس ان هو متضايق. اصل هو لما يتضايق يبقى طبيعي، لان هو مصاب. لا هو صح عشان هو مصاب صحيح. انما انا لما اتضايق على لعيب فاذا هو حد مؤثر جدا في المكان. صحيح. كل جمهور النادي الاهلي متاثر الحقيقه بعلي. بالظبط كده. ليه؟ لان هو انا بشوف علي معلول بيعمل اقصى حاجه عنده. ما شفتوش في لقاء بيعمل 50 حتى لما بيعمل مجهود اقل بيعمله مظبوط قوي عشان يبقى برضه طالع بناتج 100%. صحيح. فانا بشوف ان هو الاصابه بتاعته رد فعلها على الجمهور ده بيبين مكانه علي معلول عند النادي الاهلي وعند جمهور النادي الاهلي، واتمنى ان شاء الله يا رب كده بسرعه يرجع لنا تاني ويبقى موجود في وسط الفرقه. لان خلي بالك الادوار مش كوره بس، ادوار اللعيبه الكبيره مش كوره بس. لا طبعا. واضح ان علي معلول قريب جدا من اللعيبه، وده كابتن من كباتن الفرقه فالنهار او كابتن الفرقه يعني، خلاص بقى داخل في لو بنتكلم في 2 3 هو منهم. فدوره هنا النادي الاهلي دايما الادوار اللي في اوضه اللبس مهمه جدا في النادي الاهلي. فبقول ان هو الاصابه دي ان شاء الله يرجع اسرع، ولكن دوره اللي هو في الاوضه ده مهم جدا وان شاء الله يبقى مؤثر فيه. قبل ما اروح لمنتخب مصر اللي عايز افرد له مساحه كبيره النهارده، هي ليه ماتش السوبر عليه لغط في مكانه؟ يعني ماتش اهلي وزمالك سوبر الافريقي، هو اللي انا اعرفه ان اللائحه بتقول ان بطل افريقيا بيلعب على كان زمان دلوقتي ممكن يعني صح ياخدوه في مكان تاني بطل دوري ابطال افريقيا ممكن دلوقتي على حسب ما يعني ما مين بقى الدوله. لا ما انا بقول لك هو انا مش قصه في كده، انا قصه هو في ليه لغط في هذا الامر. ماتش اهلي وزمالك، اهلي وزمالك مش مثلا الاهلي وسان داونز، الزمالك ومش عارف مين، لا الاهلي والزمالك. ليه ما يتلعبش يعني؟ ليه لغط؟ ليه الدنيا رايحه جايه في الكلام؟ ليه شويه في السعوديه وشويه في الامارات وشويه في قطر وشويه مش عارف؟ بص يعني انا بشوف ان اللوائح هي اللي بتحدد كل الحاجات دي. لو انت سايب الموضوع مفتوح هيبقى خلاص، يبقى هيحصل اللي احنا بنتكلم عليه، ولكن دايما القوانين
بتلغي كل الاجتهادات يعني. فطول ما انت مش حاطط قانون ثابت او حاجه ملزمه زي الاول مثلا، فاذا كله هيقعد يقترح وكل واحد هيشوف الافضل بالنسبه له، وكل واحد بيشوفها ماديا ممكن يبقى بالنسبه له ممكن. ماديا في بلد تانية افضل او حد يشتري اللقاء. فبالنسبه هو بزنس، هو ما بقاش الموضوع الكرة بقت صناعة، فبدأت الموضوع المادة تدخل فيها. فأتوقع أنه ممكن يبقى الموضوع ده مؤثر، بس إنما حالة الجدل دي عشان يبقى ماديا ممكن يبقى فيه عائد كويس على الاتحاد الأفريقي. هو نتمنى أن حالة اللغط والجدل اللي احنا شايفينها في هذا الأمر تنتهي، لأنه مهم جدا جدا أن احنا أهلي وزمالك يعني، ما مش حاجة طبعاً. يعني مش محتاجة يعني كلام. عموما هنروح نتكلم عن منتخبنا الوطني وكيف ينظر كابتن رضا شحاته للمنتخب ولمباراته بكره، ولكن خلينا نطلع نشوف ماذا قال كابتن حسام حسن في مؤتمر صحفي النهارده، او المؤتمر الصحفي الخاص بهذه المباراه ظهر اليوم. زي ما انتوا شفتوا احنا كنا متابعين كل الماتشات في الدوري، وشفنا لمين يستحق من اللعيبه اللي ممكن تضاف للعيبه اللي موجوده في المنتخب اساسيه، ودي رؤيتنا الفنيه بالنسبه لكن مش عايز كل ما حد مش موجود نقول مشكلة محسوسة يعني، حتى خلوا فيه يعني حتى مدربين الأجانب أو المدربين المصريين لما بيخدش حد ما نقولش مثلا إيه فلان كان عنده مشكلة، ما فيش مشاكل، أنا إحنا أكبر من كده يعني، إحنا كبار مش على حضرتك أنا بتكلم، بس كل ما ألاقي كل حد إيه مشكلة مش فلان عمر مع إزاي، حتى ما ينفعش ما يصحش يعني، ولا حتى يعني كل اللاعب والمدرب وحتى بالخبرات والسن والبوزيشن يعني، فأرجو ان احنا بلاش نخليها مشكلة، لكن هي لان انا مفيش مجال للمشكلة مع حد. فنفس القعدة دي انتوا قعدتوها مع مدربين اجانب، السؤال ما كانش بيطرح كده محمد صلاح وحسام فلان، فهي نفس الكلام ده في القعدة، وانا مش في دماغي خالص، لكن كل اللعيبة اللي موجودة الشحات أو كل اللعيبة كلها متاحة، وزي ما حضراتكم شايفين وأنا قلت القائمة الكبيرة إحنا بنضخ بها في المعسكرات في الوقت المناسب، وزي ما حصل لو حصل إصابة حصل أي طارئ يعني بنستعين بكل لاعب إحنا حاطينه في المبنى، هو ده عهدي بالجمهور المصري أو الشعب المصري، اي حاجه فيها وطنيه الجمهور المصري موجود، استاد القاهره الشعب المصري او الجمهور المصري بصفه خاصه في الكوره مسمع كل حته في افريقيا وفي العالم ان استاد القاهره او اي استاد في مصر جماهيره مسانده كبيره جدا وروح كبيره جدا، هو ده اللي بينطبق وبينطبق على اللاعبين ان شاء الله. فمش مفاجاه ليا التيكت، تخيل انت في البطولة الدولية الودية اللي اتلعبت في العاصمة الإدارية وفي رمضان الملعب مليان يعني ومسافة كبيرة، فانا كنت انا متوقع كل حاجة يعني، ما شغلتنيش لان انا عارف ان الشعب المصري بيحب قد ايه منتخب مصر بالتحديد يعني، والناس مستنية فرحانة بلعبتها فرحانة بكل نجومها اللي موجودين، ان هما ان شاء الله بعون الله يسعدوا الناس، وفي نفس الوقت انا عارف ان منتخب بوركينا من منتخبات مفيش فرق منتخب ضعيف من المنتخبات اللي هي منافسه معانا، ولازم برضو احنا نحسبها المجموعه والتصفيات تصفيات طويله، ست فرق يعني فيها كل حاجه لحد اخر لحظه يعني، ان شاء الله باذن الله ربنا يوفقنا ونكسب بكره، لسه الموضوع لسه كبير لسه، وفي نتائج بعض المنتخبات في نتائج ايجابيه وسلبيه بترفع وتنزل، فالحسابات لازم برضو توصلوا والرؤيه دي للجمهور، التصفيات طويله. وفي نفس الوقت المباراه النهارده انا اتكلمت مع لعيبه طبعا، وده احدى المباريات المنتخب بتاع او الماتش بكره مع بوركينا فاسو، كل تركيزنا فيه هو تصفيات كاس العالم كلها في المباراه دي، لما نخلص منها مفيش في التصفيات لكاس العالم غير غينيا، فده حساباتنا واللعيبه محترفين وفاهمين الكلام اللي انا بقوله. ممكن الانطباع اللي انت بتتعامل مع الليدر بتاعك او في اي مجال الناس من خلال شغلك واخلاصك بيوصل الكلام ده، فمش لازم ان انا يعني اوصلها لهم بالعافيه، هي لازم يكونوا هم اساسا عندهم
الاستعداد. وانا شايف ان اللعيبه زي ما قلت في بدايه كلامي يعني بقول للجمهور المصري يعني والشعب المصري يعني خليهم سعداء بالمجموعه اللي موجوده اللعيبه اللي معايا بامانه. يعني من احسن الفترات اللي اشتغلت فيها مع مجموعه لعيبه روح عاليه جدا جدا، ومفيش واحد باين ولا هو نجم ولا هو اهم من الثاني، الكلام ده مش موجود. فعشان كده الروح دي هو دي الروح، مش الروح ان احنا يلا نجري، لا هو الروح ان انت تحس بالمسؤوليه. فانا شايف اللعيبه من خلال ان هي احساسهم بالمسؤوليه هي دي الروح، ده اللي انا مستني بعد توفيق ربنا. مش فاضل غير اثناء المباراه كل واحد اداؤه وهي اللي يكون موفق ازاي اللعيب او اللعيبه او مجموعه اللعيبه، هو ده اللي ان شاء الله اللي هتبقى ناقصه. لكن انا بطمنك اللعيبه بيا ومن غيري عندهم روح وعندهم وطنيه، وان شاء الله في المرحله دي يعني انا بقول لك من كل اللعيبه من اول محمد صلاح لكل اللعيبه من حراس المرمى كل الناس، مش عايز اقول محمد صلاح وتريزيجيه ومصطفى والناس كلها الشناوي وكل الناس. كلام مهم جدا الحقيقه من كابتن حسام حسن. يا كابتن رضا يعني اتكلم طبعا مش كل المؤتمر الصحفي، ولكن اتكلم في كل الامور الحقيقه الخاصه بوجود عدد كبير من الجماهير، واتكلم عن الناحيه الوطنيه والاخلاص، ثم اتكلم عن اللاعبين وعن ان هو ما عندوش مشاكل شخصيه مع اي حد، ولكنها كلها مسائل تتعلق بطريقه لعبه اللي هو عايز يلعبها. ايضا اتكلم عن حراسه المرمى ولكن لم يظهر في هذا الامر، ولكن اتكلم عن حراسه المرمى وقال ان كل اللاعبين جاهزين مش حراس المرمى فقط. قال انا عندي 4 حراس مرمى، اي واحد فيهم يلعب انا ده اختياري، ان شاء الله بكره هختار مين اللي هيلعب. اتكلم في كل الامور. يعني بص الكلام دايما في كلام عام بيتقال في كواليس، فالكواليس دي مش تعرفها. لا ما عادش يعرفها. يعني بس هو في كلام عام وفي كواليس. الفترة اللي فاتت شوية كان فيها قلق، فيها تصريحات وفيها كلام كتير وفيها أوض أو غرف مغلقة زي ما بيقولوا، وتصريحات بيقولوا تصريحات وبعد كده لأ، وبعد كده لأ اللعيبة زعلانة. الحالة دي ما كانتش لطيفة قوي بالنسبة لي الفترة اللي فاتت، ولكن أنا متأكد إن المعسكر ده خلاص كل ده خلاص مفيش وقت بقى للخلافات دي، اسمها خلافات جانبية ملهاش يعني مش خلافات جوهرية، يعني حاجات جانبية كلها. أتوقع إن في المعسكر ده كل ده خلص، اللعيبة مركزة جدا، محدش بيفكر في حاجة دلوقتي غير إن هو إزاي هيكسب بكرة وإزاي نوصل كأس عالم، ده الهدف الأساسي واللي موجود دلوقتي. فأنا شايف إن الأمور رايحة في سكة فنية أكتر منها خلاص استعدادات، لان اللعيب في منتخب مصر اوتوماتيك هو بيعمل افضل حاجه في المنتخب يعني. الفكره بقى انت هتنظم ازاي في الملعب، وهتلعب بطريقه ايه، وهتحل مشكله الباك ليفت ازاي، وهتتعامل مع المواقف في الملعب ازاي، دي الحاجات المهمه. طيب نمره واحد، هتحل مشكله الباك ليفت ازاي؟ مفيش حل، مفيش فيها، مفيش. انا بالنسبه لي ما عنديش حل غير عمر كمال. اوكي. يلعب باك ليفت. بس انا في حاله ان عمر كمال برضه هيبقى عندي ازمه في حته ان انا الباك ليفت بتاعي ما بيكملش وبيعمل اوفر بشماله. اوفر بشماله، يبقى انت النهارده الصح ان انت تزق حد من 8 يلعب شويه بره. حد بيلعب بشماله يعني؟ لا مش يلعب بشماله، زي امام مثلا. اوكي. بيميل دايما الحقيقه بيلعب حته الشمال شويه. فلو استغلته في الحته دي مع اللعيب اللي هيلعب في الوقت ده، لو هيلعب تريزيجيه هيبقوا الاثنين عاملين جبهه هنا، ويدخل هنا عمر كمال في نص الملعب، يبقى قافل الحته بتاعت نص الملعب شويه كانك بتلعب اثنين جنب بعض 6. ممكن الطريقه تتغير، بدل ما انت كنت بتطلب من الباك يطلع يكمل مع الطرف، يبقى الوينج او الجناح بالظبط، واحد من النص يطلع وتزق حد تاني. هي طرق انت بقى هتشوفها هتشتغل. وانا باصص كده شفت كوكا يلعب باك ليفت. لا ما انا بقول لك، انا ما قلتش يلعب باك ليفت. لا انا مش مقتنع بيه. لا سمعتها؟ لا والله ما سمعتهاش. بص يعني هات الفيديو ده من اوله، هتلاقي كوكا واخد نص الفيديو مثلا واقف ورا صلاح، فانا بصيت كده وانا قاعد باصص ممكن يحط. لا كابتن يعني حسام دايما بيحب المفاجآت. يعني اهو بص كوكا على فكره لعيب كويس جدا. انا مش مين؟ كوكا طبعا بس مش مكان جدا جدا، بس المكان ده لا. يعني عمر كمال عنده ميزه ان هو عنده سرعات كويسه يقدر يقفل لك المكان كده. انما الحته الهجوميه اي حد هيلعب في المكان ده هجوميا مش هيبقى افضل حاجه، خلينا متفقين. صح. يبقى انت تعمل ايه؟ احلها ان انا اقفل. الاهم ان انا اقفل اعكس. انا بقول دايما في الكوره ايه، الباك ليفت دفاعيا 70 وهجوميا 30، او هجوميا 30 ودفاعيا 70. انت هتعكس المره دي، هو يقف انت مش هتهاجم خالص، يبقى مين اللي هيهاجم؟
حد من نص الملعب او الباك رايت او الباك رايت دايما يطلع، بس انت لو عايز تحل من هنا يبقى واحد من نص الملعب بيطلع عنده النزعه الهجوميه وبيلعب في المكان ده كتير مع الطرف اللي معاك، والراجل ده يدخل في نص الملعب يبقى افضل لشكل المنتخب. هو هيعمل ايه مش عارف. لو انت بقى هتعمل انا لو هعمل كده انا هحط عمر كمال وهخلي امام يطلع بره وهزق عمر. طب تشكيل عشان واحنا بنتكلم كده انت عارف الحاجات دي. لا يا تشكيل يعني يعني محمد يعني وجهة نظر. انا وجهه نظري مصطفى شوبير عبد المنعم ورامي. مصطفى شوبير عبد المنعم ورامي، باك رايت محمد هاني، عمر كمال باك ليفت. ادي اهلي كله اهلي. انا بقول انا لو انا هلعب كده هلعب 6 مروان وامام وحمدي، حمدي فتحي 3 اوكي مصطفى تريزيجيه محمد صلاح. مش هلعب بزيزو. انت مش هتلعب. لا ده هبدا بالتشكيل ده. هبدا بالثلاثه اللي فوق دول عشان امام زي ما قلت لك ان لو انا هلعب بالتشكيل ده يبقى امام هيزق فوق جنب تريزيجيه ويدخل عمر في الحاله الهجوميه دي يزق في نص الملعب هنا عشان لو حصل حاجه في نص الملعب انت دايما مامن من الجبهه دي يبقى الامور بالنسبه لك افضل. طب ما احط 2 2 فين مثلا؟ امام او حمدي ومروان. مش حلو. خلاص يبقى مروان مش حلو عشان مروان بحس ان مروان افضل 6 ان هو يبقى 6 وحواليه فاضي. فاضي حلو. طيب مثلا يعني حمدي وامام، حمدي ومروان، مروان وامام، اي اتنين من الثلاثه، والعب بمحمد صلاح يمين، تريزيجيه شمال، مصطفى محمد، وتحته مصطفى فتحي، او محمد صلاح جوه ومصطفى فتحي بره، او زيزو جوه ومحمد صلاح بره. ماشي. انا دايما بفكر في مثل هذه المباريات وانت بتلعب على ارضك وعايز اكسب. تمام. يبقى انا العب. لا انا عندي 8 اصلا هو اوتوماتيك بيدخلوا ال 18 سواء حمدي او امام الاثنين بيدخلوا ال 18. يبقى انا عندي مصطفى واثنين 8 وطرفين. ماشي. مش محتاج اكتر من كده في الحاله الهجوميه. ويعني ولو الباك ده كمان تدريب بوركينا اللي كان انتهى منذ قليل الحقيقه برضو هنتكلم دلوقتي عن بوركينا بس بنشوف. اتفضل. فانا عندي 8 اصلا دورهم هجومي اكتر. حمدي دايما بيحب يدخل ال 18 وبيكمل بيلعب طاقم التحكيم الاول. ولا دول بوركينا؟ لا الحكام تقريبا. دول الحكام الفيفا. يبقى الحكام صحيح. فانت لا انا عندي 8 هم اللي بيكملوا ومروان موجود وعمر بيدخل بس بيقفل لو لعب. هرجع اتكلم تاني عن المنتخب. طاقم تحكيم مهم ويعني ان شاء الله يعمله لانه ده مهم جدا. طبعا طاقم طبعًا التحكيم طبعًا. في الماتش بكره شايف ازاي وجود 7 ده واحنا بنتكلم دلوقتي على منتخب بوركينا 27 لاعب محترف في منتخب بوركينا. كابتن حسام وانت بتتكلم وهو بيتكلم النهارده في المؤتمر الصحفي قال واحده من افضل واهم الفرق اللي هنلعب ضدها والمنافس المباشر للمنتخب الوطني. زي ما انتم شايفين اجسام قويه جدا و محترفين في كل مكان احنا في مصر طبعا وفي كل مكان طبعا. خلاص ما يعني كل المنتخبات بقى لازم يبقى عندها عدد كبير من المحترفين. احنا الاول كنا بنقول ان الافارقه شويه ما كانش بيلعبوا كره عشوائيه شويه. معلش قبل ما نكمل انت الكره دي من سنه كام واحنا بنشوفها مع الافارقه؟ لا ما هي بص هي ما اتغيرتش من سنه 2002 3 جينات مش هتتغير. جينات يعني ممكن يكونوا زودوها شويه. ما بهزرش والله. جينات مش هتتغير. بص جينات مش هتتغير. مش ممكن يا جماعه والله. انا اسف اتفضل. لا ولا يهمك. اللي هم عندهم زمان كنا اللي متاخد على افارقه ان هم اقوياء ولكن العقليه بتاعتهم مش اذكياء زي المصريين. فالنهارده اما بقى في احتراف ما بقى قصه الاحتراف كانوا كده الحقيقه لكن الوضع دلوقتي اختلف تماما. ده كان زمان. دلوقتي الاحتراف خلى عندهم هو بيروح صغير في السن فبيتعلم. النهارده بقى لما بيتجمع المنتخب في وقت قليل هو ما بيعملش حاجه. هو انا جايب 20 لعيب او هاخد 11 لعيب في الملعب هم متعلمين كوره صح الاساسيات. لما تيجي تقول لهم تكتك هو التروس هتدور بسرعه ما عندكش مشكله. انما المشكله ان انت لو انت عندك مجموعه مش بتشتغل في الليفل ده هتلاقي عندك مشكله في التجميع. دايما يبقى عايز وقت اطول عشان الانسجام. دول ما بينسجموش ليه؟ لان هو جاي عنده اساسيات الكوره اللي بنلاقيها ثابته في العالم كله. بس في حاجات ثوابت وشغل التكتيك حاجات صغيره اللي بتتدخل. فلما عنده ثوابت ويجي يدخل فيتجمع فبيمشي. انت عندك المشكله اللي احنا فيها بقى اللي احنا اساس المنتخب او الكيان الاكبر في المنتخب مش محترفين. فدي بتعمل لك مشكله. بالذات مع الفرقه دي بتبقى كمان منظمه مش محترفين خارجي لكن محترفين خارجي. داخلي يعني خارجي لا كله بقى بره خلاص ما بقاش فيه. لا انا بتكلم 27 لعيب مفيش محترفين. انت بتتكلم 27 لعيب موجودين يعني. ده غير اللي اكيد في ناس تانية ما جابوهاش.
طبعا طبعا انت فاهم الموضوع هي دي الصعوبه اللي بقت بتقابلنا في المنتخبات. شايف منتخب بوركينا امام يعني هيلعب بأنهي طريقه يعني هيلعب ازاي بكره من وجهه نظرك؟ اتوقع ان هو مش هيبقى عايز يخسر يعني مش هيبقى مستعجل الـ 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 اللقاء كده وفي نفس الوقت هيلعبك على هجمات مرتده اتوقع يعني يعني يبقى عارف ان انت نازل خلي بالك يبقى برضه الاستاد مقفول فما اظنش ان هيدخل بالدخله اللي انت متخيلها دي وانا بشوف ان دايما الماتشات اللي على ارضك اللي بيحدد رتم اللقاء كله صاحب الارض يعني صاحب الارض النهارده لو هو صاحب القرار هيغير طريقه لعب الفرقه اللي قدامك مهما كان لو انت ما خدتش قرار او 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 اسبقيه في اللقاء هو اللي هيبقى اللي بيسوق. وهي طريقه لعبهم ازاي 4-3-3 4-2-3-1 4-3-3 بس هي الفكره كلها عندهم يعني انت خلي بالك في الحالات الدفاعيه لما تيجي تلعب 4-3-3 مش عارف ليه اقول لك ليه انا بشوف ان 4-3-3 نظاميا افضل بكتير نظاميا. لما تيجي تنظم وقفات دفاعيا او هجوميا لما بتيجي تشتغل في الملعب في خطوط وهميه كتير الخطوط الوهميه دي يعني انت كل لعيب هو شكل مثلث في الاخر مثلث قاعدته تحت او قاعدته فوق عشان تعمل الشكل ده ويبقى دايما في تواجد هنا بالشكل ده وهنا في نص الملعب وفي الناحيه الثانيه 3-4-3 تعمل لك نموذج ان بتقطع دايما خطوط هتلاقي 6 بيقطع خط 3 ولا 3-4-3 4-3-3 انت قلت 3-4-3 ماشي سوري ماشي 4-3-3 هتلاقي دايما 6 بيقطع الخط اللي في النص هو اللي هو المتمركز هو المركز هتلاقي السيرت باك هنا هو اللي بيقطع الخط الثاني او الطرف فوق هتلاقي دايما المثلثات كامله في الطريقه دي فهمتك فهي مناسبه ليك ولكن انت ما تقدرش تعملها في مصر برضو عشان انت ما عندكش تمانيتين اقوياء يعني مش معظم الفرق عندها تمانيات قويه فبتضطر تعمل ايه تلعب 4-2-3-1 يعني يحط اثنين ثابتين قدام الاربعه ودول السته دول ما بيتحركوش اخرهم نص الملعب والباقي الفرقه بتهاجم من فوق طرق لعبه بتختلف بس الافضل 4-3-3 وظايف التمانيتين لو عندك تمانيتين كويسين تبقى ال 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 التجمعات والمثلثات في الملعب هتبقى اسهل وديناميكيا احسن في التفكير ارجع تاني للمنتخب اذا انت شايف ان 4-3-3 هي الطريقه الانسب على اللعيبه اللي موجوده معايا اللعيبه اللي موجوده معايا ما يبقاش عندي تمانيتين بيهاجموا كميه الهجوم الكبيره دي ومش وحتى لو زيزو بقى موجود لو حمدي مش موجود وزيزو يبقى برده تمانيتين بيكملوا في ال 18 بشكل كبير ممكن مثلا يلعب مروان وزيزو وامام مثلا خلي بالك حمدي خطر جدا في 18 لا خطر جدا طبعا جدا طبعا كان بيعملها مع النادي الاهلي برافو عليك فانا عايز استغلها بيلعب بدماغه بيكمل ودفاعيا بينزل جنب مروان هينزل كتير فانا اقصد ان دي تبقى في البدايه افضل والله عشان انت برضه هتبقى محتاج حد يعمل مجهود كبير فحمدي انا اشوف ان حمدي يقدر يعمل الاثنين زيزو ممكن يعمل لك الهجوميه اكتر من الحته الدفاعيه طيب هو انت مش محتاج اكتر هجوما في هذه المباراه وحمدي هجوما افضل برضه بس مش هيعملها كتير بص خلي بالك انا بشوف قوه زيزو بره بره على الخط على الخط بره اوكي اللي جوه دي لو انا مضطر ليها بس احنا ماشي بس احنا ما بنشوفش كده في الزمالك في الزمالك بيلعب يمين وبيلعب شمال وبيلعب في العمق طريقه اللعب في الزمالك مختلفه اوكي لان انت عندك سيف الجزيري في الزمالك مش مصطفى محمد مصطفى محمد 9 صريح 9 سيف ما بيلعبش راس حربه اساسا في الفريق بيتحرك كتير فانت الحركه دي فبيجبر زيزو يعمل ايه يبدل او اوباما يدخل او حمدي يدخل او بيحصل سويتش هنا مختلفه يعني طبعا الموضوع مختلف فانت طريقه لعبك ما تناسبش ان انت تحط زيزو في الحته دي ويبقى عنده حريه ان هو يتحرك يمين وشمال محمد عبد المنعم ورامي ربيعه اعتقد ثنائي متفاهم متفاهم ورائع ويعني ستيبل يعني ثابتين الدنيا الامور جيده لما تيجي لو رجعت كمان وراه انا بتكلم مثلا مصطفى شوبير او شناوي حتى او شناوي لغه التفاهم بين الاثنين السرد باكين والحارس المرمى وسته الشكل اللي انت بتتكلم عليه ده اهلي اهلي متفاهم مش عايزين هقول اهلي فيها تفاهم صح نسبه تفاهم كبيره متفاهمين بالظبط لو رحت يمين هتلاقي هاني شمال فانت بتتكلم في الخط ده مهم جدا يبقى فيه تفاهم وده الحمد لله موجود بيلعبوا انت دلوقتي لو لعبت كده بنعد بس كم واحد اهلي بكره ان شاء الله لو بالطريقه اللي انت بتلعب بيها مصطفى او شناوي ادي اهلي الاربعه اللي ورا اهلي مروان اهلي امام اهلي ادي كده 4-5 هو تقريبا 4 مش اهلي ولو هنحسب حمدي اهلي برضه وحمدي اهلي الحمد لله ما هو دلوقتي محترف لكن يعني اهلي برضه وتريزيجيه اهلي ما انا بقول لك يعني كده يبقى
لا والله هي مش اهلي وزمالك بس احنا بنتكلم انا بتكلم والله ده انا بشوف ان دول الافضليه ولكن الزمالك في لعيبه كويسه جدا لا طبعا طبعا ما لهاش علاقه اه بس انا بتكلم على الجاهزين انا راجل عايز افهم يعني انا كاهلاوي عايز اعرف كم واحد اهلاوي هيلعب عشان بعد الماتشات دي هيحصل ايه ادي القمه بالنسبه لي انا مش عايز اروح للمنطقه دي برضو مش لكن يعني انا قصدي مش عايزين لا لا مش عايزين لا انا قصدي اقول لك انه انا كاهلاوي او معظم الاهلاويه هتقوم بيفكروا بده مش عشان احنا اهلي وزمالك لا لا انا بفكر في الاهلي كاهلي ان انا لما عندنا ماتشين منتخب فانا بفكر في بلدي طبعا يلعب اللي يلعب ان شاء الله ال11 كمان فيه يعملوا اقصى مجهود ويعملوا كل حاجه فانا بفكر في اللي بعد الماتشين دول وسفر غينيا الماتش الثاني للاسف كمان ان هو سفر مش الاولاني فانت يعني لو الاولاني غينيا والثاني بوركينا هنا على مصر هنا يعني مش هترجع ثاني وبتاع لكن انت البوركينا الاول هنا وبعد كده حضرتك لما تبص للموضوع رخ تحس ان انت بعد التوقف الدولي عندك 27 يوم فيهم 9 ماتشات بداية من يوم 14 لغاية اليوم الأخير هتبقى أنت كأهلاوي مش يعني عشان كده قلنا إيه لازم يجهز اللي موجودين هنا بشكل قوي جدا لأن الموضوع هيجوا برضو يعني هيجوا تعبانين أكيد لأن بالميت أنا بلغة الكرة من 7 لـ8 لعيبة موجودين في الفرقة الأساسيين أهلي او الاساس بتاع المنتخب هيبقى اهلي فهتلاقي الامور بالنسبه لك هتبقى صعبه طبعا يا رب نكسب هنا وهنا ان شاء الله يا رب ان شاء الله. طيب تريزيجيه محمد صلاح مصطفى محمد اعتقد ثلاثي هجومي من نار ومتفاهم ومتفاهم بيلعب عليهم كتير في حط تحت متفاهم دي كتير قوي لان ده ده اساس اي حاجه وانت بتشتغل بتحاول تجيب خطوط متفاهمه او بيعرفوا يلعبوا جنب بعض مهمه جدا 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 ممكن يبقى 2 لعيبه كويسين قوي بس مش فاهمين تحركات بعض فيضروك ما يفيدكش عشان كده بقول لك التفاهم في الخطوط مهم جدا جدا لان انت النهارده لو انت بتتكلم على الثلاثه اللي بقى لهم كام سنه بيلعبوا مع بعض قال لهم 6-5 سنين او 4 سنين مثلا. فده مهم جدا جدا يعني هرجع تاني اقول اهم فترات منتخب مصر هي دي 6 و8 و10 ليه اقل مجموعه لعبت مع بعض 7-8 سنين صحيح اقل مجموعه او في المنتخب كمان مجموعه الاسماعيلي صحيح مجموعه الاهلي مجموعه المنتخب منتخب اللي هو المجموعه اللي كانت كبيره شويه منتخب 81 ومنتخب 83 طلع فراحوا عاملين حاجه كده خدنا بيها 3 بطولات فعشان كده بقول لك اللعيبه لما تقعد مع بعض فتره طويله ده مهم جدا جدا. طيب المنتخب الاولمبي عنده مباراتين وديتين امام ساحل العاج لبداية أو نهاية التحضيرات لأولمبياد باريس. بص أنا المنتخب الأولمبي طبعا في البداية كان في شوية كلام كده أن المنتخب مش أفضل حاجة واللعيبة مش أفضل حاجة ولكن اللعيبة أثبتت أن هي فرقة محترمة جدا وعندهم هوية وعندهم شكل محترم وفرضوا نفسهم علينا يعني فإحنا في الحالة دي إحنا دايما كنا بنقول مثلا ما كانش منتخب جامد فما كانش مطلوب منهم حاجات كتير لما عرفنا ان احنا عندنا منتخب كويس فبقى مطلوب منه حاجات كتير ده معناه مدرب كويس طبعا ان هو المدرب اللي وصلنا لكده برافو عليك لان المنتخب ما كانش حد متوقع منه كده فلما عمل الماتشات الاخيره والبطوله وصلنا اولمبياد دي طبعا دي حاجه كبيره جدا فانت النهارده عايز بقى تحقق حاجه في البطوله دي فان شاء الله ربنا يكرمنا والامور تمشي في اطارها اخيرا يعني تقول كابتن حسام ايه بكره بقى قبل يعني انت ما شفت بتاع قلت لي ان هو يعني قلقان شويه قلقان وده طبيعي انت بتتكلم لا طبيعي يعني قبل الماتش بقل من 24 ساعه يعني او 24 ساعه تقريبا ماتش ده منتخب مصر يعني عارف انت يحمل امال 90 او 120 مليون او 110 مليون وهو عارف حجمها وعارف الناس يعني الضغوطات اللي موجوده ايه ولكن انا بقول له اهدى ايوه مش عشان تغير من شخصيتك كل ما بتهدى كل ما بتعرف تفكر تكسر بس تكسر والله مش حاجه تانية غير كده كل ما انت هتهدى فهتفكر كويس فاحنا كلنا هنستفيد العصبيه لا يمكن عصبيه وتفكير يجتمعوا مستحيل فعشان كده بقول لك اهدى عشان تعرف تفكر فالامور بالنسبه لك ان شاء الله تبقى يا ربنا يكرمك يا رب ونكسب ونعدي المرحله دي جماهيري كبير محتاج ان انت لازم تهدى ما بيركبوش مع بعض والله لا عصبيه وتفكير هيجوا ازاي ما ينفعش حاول تجيبها كده مش تيجي هتروح الماتش بكره ولا احتمال اروح لسه هتشوف انا بحب اتفرج في البيت احسن في البيت افضل بالنسبه لي احتمال اخد الاولاد ونروح كده نتفرج على هذه المباراه المهمه جدا مباراه منتخبنا الوطني امام منتخب بوركينا انا بشكرك جدا يا كابتن رضا على وجودك معانا ربنا يخليك مبسوط ان كنت معاك النهارده ربنا يخليك يا حبيبي ربنا يخليك حبيبي شكرا جزيلا كابتن رضا شحاته
هطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل أحمد ثابت وكريم سعيد في ضيافة البيت الكبير. Nous sommes là pour livrer notre troisième match en éliminatoire de Coupe du Monde. Cette fois-ci, nous devons jouer contre le favori du groupe qui est l'Égypte. L'Égypte est favori de notre groupe. احنا جايين بكره ناخد المباراه الثالثه في التصفيات المؤهله لكاس العالم، هنلعب امام المنتخب المصري اللي يعد المنتخب الافضل في المجموعه. بالحديث عن المنتخب المصري، فاحنا خطتنا ليه ان احنا نعمل افضل حاجه عندنا، بالذات ان احنا عارفين ان المباراه مش هتكون سهله لان احنا بنلعب منتخب كبير زي المنتخب المصري. بنوسي سوا بو ديغري بونو ترازيم ماتش دو لا كاليفيكاسيون دي مونديال. نو سافون كي بون ليجيب سي ان غران ناسيون دي فوتبول اي سون فافوري. احنا جايين بكره وعارفين ان احنا هنلعب امام المنتخب المصري. المنتخب المصري بيمثل حاجه كبيره جدا في كره القدم، ودي حاجه معروفه. احنا عايزين نظهر بكره قدراتنا وامكانياتنا، ان احنا نقدم افضل ما لدينا، ان احنا نحقق نتيجه طيبه، وان احنا بكل روح لدينا واحنا لابسين تيشيرتات منتخبنا ان احنا نلعب مباراه بكره، المباراه الثالثه تصفيات كاس العالم، بكل روح ان احنا نحقق نتيجه طيبه. دايما في اي مباراه اقصائيه للتاهل لكاس العالم المباريات بتكون صعبه، مباراه بكره هتكون صعبه بالنسبه لجانبنا اكتر من جانب المنتخب المصري. المنتخب المصري بيلعب على ارضه، فده اكيد عنصر قوه. احنا بالنسبه لنا هنقدم افضل حاجه ممكنه علشان نحقق نتيجه طيبه، ولكن المنافسه ستظل مستمره مش بس بنتيجه مباراه بكره، لسه في ماتشات اخرى هتتلعب هنقدر برضو نقدم فيها حاجات جيده. Bon, nous n'avons pas cette information. هو بيقول لك انت عندك معلومه ان حارس منتخب بوركينا مصاب، احنا مش عندنا المعلومه دي، الحارس بتاعنا مش مصاب. هو حابب ده سر، هو مش حابب ان هو يقوله بالنسبه له. هو كله هيلعب بكره على ارض الملعب، وبكره هيظهر السر ده قدام الناس كلها. Il y aura beaucoup de supporters dans les stades. On sait très bien que le stade Vicaire dans l'Afrique, c'est quelque chose qui fait peur pour les autres compétiteurs. Qu'est-ce que vous en pensez concernant les supporters qui vont être demain dans le stade? Donc, il y aura peut-être 80 000 spectateurs demain pour pousser l'Égypte, mais nous allons jouer notre football et nous serons à l'aise. هو اولا بيشكرك على السؤال، بيأكد ان هو تابع النهائيين اللي اتلعبوا مؤخرا على استاد القاهره، سواء نهائي الكونفدراليه او نهائي دوري الابطال، وشايف انه كان الحضور الجماهيري حضور رائع جدا. هو تابع واثنى على الحضور الجماهيري، هو عارف انه بكره هيكون في بنتكلم في حوالي 80,000 جمهور، عدد من الجماهير متواجد بكره في الاستاد، ولكن ده مش هيأثر فيهم. هم جايين كدوله بوركينا يلعبوا الماتش زي اي حد بيدخل اي منافسه، هيكون متعود انه هيكون في ضوضاء وهيقدروا ان هم يتعاملوا معاها اثناء. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيوفي وضيوف حضراتكم في هذه الفقره. احمد ثابت، ازيك يا ابو حميد؟ الحمد لله تمام. مبارك ايه؟ كله تمام. ايضا كريم سعيد، ازيك يا كريم؟ ده كابتن اسلام. مبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله يا كابتن. طيب، الحلقه النهارده كالعاده منقسمه، او الفقره هذه الفقره منقسمه الى جزئين. الجزء الاول حفله مشروع القرن ومباريات النادي الاهلي القادمه، ثم الجزء الثاني طريق الى مونديال 2026 وحلم المونديال، تحليل ليلة المباراة، مباراة بوركينا أو مصر، منتخب مصر ومنتخب بوركينا. أبدأ بك يا أحمد، كنت موجود امبارح في حفل مشروع القرن. طبعا يعني اشرح لنا. لا طبعا، الواحد نظرك، الواحد طبعا فخور ان هو في الايام دي مشروع القرن. شوف هتقول ايه. الواحد طبعا فخور ان هو اهلاوي بينتمي لهذه المنظومه الرياضيه الناجحه. امبارح يعني يعتبر كان يوم تاريخي للقلعه الحمراء، يوم هيفضل خالد كده في الذاكره ان شاء الله. يعني حلم كل الاهلاويه الاستاد، كل الاهلاويه بيحلموا بان هو يكون عندهم استاد من زمان. فان مجلس اداره النادي الاهلي طبعا ياخد قرار ان احنا ان شاء الله يبقى عندنا استاد في خلال 4 سنين باذن الله، دي حاجه تبقى يعني حاجه محترمه جدا، من خلال يعني كمان التحالف الموجود من 15 شركه سواء عالميه او عربيه، حاجه طبعا تحترم. يعني الموضوع مش استاد بس، لا ده هيبقى في جامعه، في مدرسه، في فندق، في مستشفى. ساعه الاستاد هتوصل ل 42,000. فكمان الحفله كمان كانت جميله جدا، يعني الحفله كانت معموله على شكل استاد، يعني جوه النادي الاهلي في الشيخ زايد كانت معموله على شكل استاد، على شكل مدرجات،
درجات الثالثه شمال الثالثه يمين مقصوره، فكان بصراحه الاحتفال كان هايل. وان شاء الله يعني اهم حاجه ان يعني ان شاء الله يكون في باذن الله خطوات بقى ان شاء الله في الفتره الجايه في الاستاد، لان الناس كلها ان شاء الله كل الاهلاويه يعني كانوا بيسالوا في الفتره اللي فاتت دي امتى بقى يبقى لينا استاد. يعني انا كنت حتى بتكلم مع كريم هنا، كل الاستادات الموجوده في مصر تبع بتبقى يا اما تبع شركه يا تبع محافظه، لكن ان النادي يبقى ليه استاد مش تبع بقى لا جهه حكوميه ولا تبع حاجه خاصه، دي هتبقى حاجه يعني هنشوف النادي الاهلي مثلا زي بايرن ميونخ زي ريال مدريد زي كل الانديه العالميه والاوروبيه، النادي الاهلي فعلا يستحق يكون ليه بعد البطولات دي كلها. احنا واصلين 151 بطوله وبعد الانجازات دي كلها، وان انت بطل القرن في افريقيا وبتشارك في كاس العالم للانديه، والنادي الاهلي النادي العالمي الوحيد الموجود داخل قاره افريقيا، فيستحق النادي الاهلي ان هو يكون ليه استاد، وده اللي بيتارجت ليه مجلس اداره النادي الاهلي. فكل التحيه ليهم، وان شاء الله ان شاء الله في القريب العاجل باذن الله. دي على فكره شكل المدرجات اهو اللي هو الثالثه يمين والثالثه شمال في الحفله، وعدد بطولات الاهلي مكتوبه 12 دوري ابطال افريقيا 43 دوري، فيعني بصراحه حاجه تحترم. وان شاء الله في القريب العاجل باذن الله نشوف الاستاد النادي الاهلي باذن الله. كريم اكيد طبعا كابتن اسلام، المشهد والبيانات بتاعت امبارح بتاكد لنا ان احنا قدام مشروع كبير جدا. يعني امبارح وانا بقرا البيان اللي طالع من شركه القلعه الحمراء، لا وكمان البراندات اللي موجوده حد كام 16 شركه، يعني الاسماء الموجوده في المشروع اسماء كبيره جدا بتاكد لنا ضخامه المشروع بنتكلم فيه. ربما طبعا اكيد احنا بقالنا سنوات بنتكلم على استاد النادي الاهلي الخاص، وبرده لازم الناس تعرف ان الموضوع مش سهل، احنا مش بنتكلم في حاجه بسيطه، دي تمويل كبير جدا جدا جدا. بس احنا النهارده خلاص خرجنا من منظور الاستاد لمنظور المدينه الرياضيه المتكامله، وطبعا اذا كان تم وضع خطه طويله الاجل لمده 4 سنوات لتسليم الاستاد، اعتقد ان الانتهاء من المدينه الرياضيه بالكامل اكيد هياخد وقت اكبر. بس اكيد احنا المره دي حاسين يعني الموضوع مختلف عن قبل كده. ممكن قبل كده كنا نقول ان احنا كان عندنا يعني افكار واحلام، المره دي انا اشعر على المستوى الشخصي هناك وقوف على الارض، هناك الكثير من الواقعيه في تحديد الاهداف ان شاء الله. وكمان الكلام عن الاستاد طبعا طبيعي، الجمهور النادي الاهلي وانا هتكلم فيها بصراحه بيتمنى يكون عنده استاد 100,000 120 او استاد اولمبي وتراك بكل امانه. استادات الانديه الخاصه زي ما بنتفرج على اوروبا مثلا، ملعب دورتموند ملعب فيش تراك، ملعب مدرجات قريبه من الملعب، ملعب بيخوف انفيلد، كمان المدرجات الخلف المرميين وقوف بالظبط ثالثه شمال وثالثه يمين، فكره ممتازه. وانا يعني انا كنت خلال السنه الماضيه كان عندي دعوه لاليانز ارينا من نادي بايرن ميونخ، ولما رحت هناك وعملت التور داخل الملعب، الفكره كابتن اسلام ان الاستاد نفسه متقسم على حسب الكاتيجوريز بتاعه المشجعين، لان في مشجعين ما يقدروش يدفعوا مبالغ كبير ضخمه طول السنه، فانت بتحدد لهم مثلا المساحه اللي ورا خلف المرمى دي اقل تكلفه، وكمان بياخدوا تخفيضات حسب ما شرحوا لي هناك، تخفيضات المجموعه دي بالذات على الرحلات الخارجيه سواء داخل المانيا او خارج المانيا. ليه؟ لان المشجعين دول هم اكثر مشجعين عندهم ثبات في الترحال والوقوف مع الفريق، موجودين مع الفريق على طول، فالنادي بيعتبرهم عنصر من عناصر الفريق، وبالتالي بياخدوا تسهيلات اكتر. فهي الفكره هي منظومه كامله ومتكامله. فانا بحيي بصراحه صاحب الفكره ان عمل فكره الاستاد 42,000 بس. اتمنى الملعب ما يكونش فيه تراك، اتمنى يكون المدرجات قريبه من الملعب، اتمنى يكون برضو زي ما الفكره جيده جدا جدا ان المدرجات اللي خلف المرميين وقوفا فقط ما فيهاش اماكن للجلوس عشان التشجيع، وعشان انقاط طبعا رابطه النادي الاهلي الرسميه اللي اعتقد في وجهه نظري هيبقى يعني ليها مساحه كبيره خلال الفتره القادمه. فكل امانه المشروع المره دي مترتب متنظم، وان شاء الله باذن الله باذن الله باذن الله مع ظهور الشكل بقى والمكات، واعتقد هنلاقي الخطوات بتتسارع بعد كده، وخلال باذن الله باذن الله زي ما اتقال خلال 4 سنوات ان شاء الله استاد النادي الاهلي يظهر الى النور. طيب برضو ثابت ابدا معاك بان احنا محتاجين نعرف، او جمهور النادي الاهلي محتاج يعرف مباريات النادي الاهلي القادمه امتى؟ عنوان كده كل مواعيد ماتشات الاهلي الجايه الساعه 7،
كل مباريات الاهلي الجايه الساعه 7. لو يعني نستعرض 11 يا جماعه عشان لو نستعرض الجرافيك بتاع جدول مباريات الاهلي معانا هو اول حاجه يمكن اول ماتش هيبقى للنادي الاهلي يوم الجمعه قدام فاركو يوم 14/6 الساعه 7. بعد كده عندنا الاتحاد السكندري يوم الثلاث يوم 18/6 الساعه 7 برضو. الداخليه يوم الجمعه 21/6. بعد كده الزمالك يوم الثلاث 25/6 هيبقى الساعه 7. يعني هنلعب جمعه 3 جمعه 3 مع فاركو والاتحاد والداخليه والزمالك. بعد كده فاركو يوم الجمعه، بعد كده الطلائع يوم الاثنين، بعد كده الداخليه يوم الخميس، بعد كده الطلائع، بعد كده بيراميدز يوم الجمعه 12/7. يعني انت بتلعب في شهر اقل من شهر، من 14/6 تسع ماتشات في 28 يوم. تسع ماتشات في 28 يوم، ماتشين كل اسبوع، في اسبوع تلعب فيه 3 مباريات. يعني تسع ماتشات في 28 يوم. منهم ايه بقى؟ يعني الماتشات يا كريم منهم زمالك وبيراميدز. بيراميدز اخر واحد. يعني منهم زمالك، يعني المقصود ان المنافسين يعني المباشرين يعني الزمالك وبيراميدز في بس عارف يا ثابت، فوز النادي الاهلي بدوري ابطال افريقيا برضه يا كابتن اسلام حل اتحاد الكوره المعضله بتاعت مشاركين الاسماء الانديه بتاعت دوري الابطال. خلاص ما خلص، مش ممكن يعني. وتحددت يعني فوز الاهلي فوز الزمالك برضه، والزمالك الحاج عامر حسين كان عنده معضله كبيره جدا. النادي الاهلي حلها له، اهلي بيراميدز دوري ابطال افريقيا، الزمالك والمصري الكونفدراليه وخلاص. وفعلا فير جدا يعني. انت عارف طبعا نادي انبي عنده بعض المطالبات، لكن بكل امانه النتيجه المباشره خلاص. لا امانه النتيجه المباشره، المصري كسب، عنده الكونسيل، المصري كسب الدور الاول خلاص، يبقى هو حقه ان هو اللي يلعب في الكونفدراليه السنه الجايه. فانت عندك تحديات كبيره، والتسع ماتشات دول بنسبه كبيره هيحددوا مصير الدوري للنادي الاهلي. يعني انت عندك بيراميدز فارق عنك بكذا بكذا يعني ماتشات، لعب ماتشات اكتر منك، فانت عندك تسع ماتشات، التسع ماتشات دول بنسبه كبيره جدا تصل، انا وجهه نظري تصل الى 80-90% هيحددوا ان شاء الله النادي الاهلي لو قدر يكسبهم. وهي منافسه الاهلي وبيراميدز بصراحه، يقدر النادي الاهلي لو كسب التسع ماتشات دول بنسبه كبيره ان شاء الله ناخد الدوري. ولازم ويمكن النهارده لسه الكابتن خالد بيبو قافل على الفرقه، خلاص منع اللعيبه من التصريحات خلاص في وسائل الاعلام او الظهور في البرامج. نقفل بقى صفحه الاحتفال والتركيز في الفتره الجايه ان شاء الله، يبقى في بعض المباراه وديه او اتنين مثلا في الفتره الجايه، تركيز بقى بادئ في المرحله الجايه، لان خلاص انت عندك في زي ما كريم قال كده في 28 يوم تسع ماتشات، فعندك فتره صعبه مطلوب ان احنا نركز فيها. وبنكرر تاني ان كل الماتشات ان شاء الله هتبقى الساعه 7. بس عايزين بقى نقول نقطه مهمه جدا جدا يا كابتن اسلام، ونتعلم من المواسم السابقه. الفتره اللي احنا بنتكلم عليها دي اللي هي دايما بعد مونديال الانديه، بعد نهايه دوري ابطال افريقيا، دايما هي الفترة اللي بتحتاج شغل فيما يخص الإعداد البدني والأحمال أكتر من الفني. طب ممكن أنا آسف ممكن تستغنى عن المحاضرات الفنية في ظل هذا الضغط، عشان كمان اللعيبة لا تصاب بالملل كما كان يحدث مع فترة بيتسو موسيماني، لما كان بصراحة النقط اللي هي المحاضرات الفنية بتقعد بالساعة والساعتين في ظل ضغط مراكب كبير. وأنا ممكن أستغنى عن ده، لكن ما استغناش عن الاستشفاء، ما استغناش عن يعني النهارده ان اللعيبه يجب على جهاز الاحمال ان هو يركز معاهم جدا 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 في عدم التهاون في موضوع الاستشفاء بعد مباريات. الاستشفاء هو اللي هيخليك واقف على رجلك خلال الشهر ده، شهر صعب جدا جدا جدا، شهر هتلعب فيه اقل من شهر 28 يوم، هتلعب فيهم تسع مباريات منهم مباراتين قمه قدام نادي الزمالك وقدام نادي بيراميدز. صحيح، فتره بصراحه هيبقى فيها ضغط بدني فظيع. وبكل امانه عشان نكون صراحه، طبعا في سكاوتنج للفرق المنافسه، لكن في لما يكون في ضغط في المباراه يا كابتن اسلام صعب انت تعلم اللعيبه حاجات صعب، انت تعتمد على خبره اللعيب بقى. صحيح، ازاي النهارده اخرج من المباراه يعني ثابت وهو بيشرح ثلاث جمعه وضع ضغط. فنتمنى ان احنا نتعلم من المواسم السابقه. وفي نقطه كمان في المواعيد الماتشات دي، احنا انا القلق بس في الماتشات دي ان احنا كنا من سنه او من سنتين كان عندنا نفس الموضوع ده، كان ساعتها بيتسو موسيماني موجود لما كان برضو اللعيبه راحت الاولمبيات في فتره من الفترات، راحت الاولمبيات وكان اخذ اكرم توفيق من 4 سنين، يعني اكرم توفيق والشناوي وكان حد كمان معاهم، اكرم توفيق والشناوي ثلاث لعيبه، وساعتها برضو كان في يعني ان احنا بنلعب من غير اللعيبه دي وكملنا في الدوري من غير اللعيبه الاساسيه. فدي حصلت وحصل برضو يعني حصل ان احنا في المنتخب الاولمبي اخذوا ثلاث لعيبه في الاولمبيات وكنا بنلعب من غيرهم،
وساعتها فقدنا نقط كتير بسبب الموضوع ده. فدي برضو ممكن تتكرر السنه دي، خاصه ان انت عندك في شهر 7 الاولمبيات 14/7 فانت فالتسع ماتشات دول لازم استدعاهم طبعا قبل اسبوعين ثلاثه فده الموسم ده بيكرر تاني، فانت لازم في التسع ماتشات دول باذن الله يكون في تركيز عشان اكيد في لعيبه هتتاخد منك في الاولمبيات. طيب ده كلام مهم جدا فيما يخص الاولمبيات والامور القادمه، لانها زي ما احمد شرح لحضراتكم حصلت قبل كده مع النادي الاهلي وكان عندنا فيها مشكله كبيره جدا جدا. طيب خلينا نطلع نشوف هذا التقرير عن منتخبنا الوطني، لا بديل عن الفوز في مباراته غدا امام بوركينا، ونرجع نكمل مع حضراتكم مره ثانيه. تحت شعار لا بديل عن الفوز يدخل منتخبنا الوطني بقيادة حسام حسن تحديا جديدا أمام نظيره البوركيني في تصفيات كأس العالم غدا الخميس على استاد القاهرة ضمن الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026. يحتل منتخبنا الوطني صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، بينما يأتي نظيره البوركيني وغينيا بيساو في المركز الثاني برصيد 4 نقاط. وسط حالة من التركيز والمعنويات المرتفعة وبالقوة الضاربة اختتم منتخبنا الوطني تحضيراته استعدادا لمواجهة نظيره البوركيني. حسام حسن المدير الفني للفراعنة قام بإلقاء محاضرة فنية على اللاعبين قبل خوض التدريبات تضمنت طريقة اللعب التي سيعتمد عليها خلال المباراة، وشرح بعض نقاط قوة وضعف المنافس وبعض النصائح للاعبين وكيفية الوصول لمرمى المنافس وترجمة الفرص إلى أهداف. شهدت التدريبات جلسات مع اللاعبين لتحفيزهم وتحقيق حلم الوصول لكأس العالم مجدداً وعدم التفريط في أي نقطة للحفاظ على صدارة المجموعة. طيب عايزين نعمل رحلة لعقل كابتن حسام حسن قبل مباراة بوركينا يا أحمد. نشوف التشكيل اللي هيفكر ازاي فيه كابتن حسام كده، ندخل جوه عقله كده ونفكر نشوف هو برضو بيفكر ازاي. التشكيل المتوقع بكرة المنتخب مصر اعتقد مش هيخرج عن كده، يعني ممكن خلاف في لاعب او اثنين. يعني في حراسة المرمى هو هيميل، احنا ممكن نتكلم هل الشناوي ولا مصطفى شوبير. مصطفى شوبير طبعا ماشي بحالة ممتازة واحسن حارس في دوري ابطال افريقيا وبيقدم موسم كويس، بس كابتن حسام ميال سنه للخبره، ان هو عايز ياخد سنه القياده والخبره عند محمد الشناوي. برضو مصطفى شوبير ده الخلاف الاولاني، ان الشناوي ولا مصطفى شوبير، بس زي ما قلت هو ميال اكتر للخبره. في الاول طريقه اللعب عشان الناس تكون عارفه للكابتن حسام 4-3-3، الاربعه اللي ورا محمد هاني ناحيه اليمين، محمد عبد المنعم ورامي ربيعة اللي هم الاثنين مساكين اساسيين دلوقتي حاليا في النادي الاهلي، فهو عامل ثبات عنده ربيعة وعبد المنعم مع النادي الاهلي ومحمد هاني. هيخش معاهم عمر كمال عبد الواحد كباك ليفت اللي احنا كنت انا هنا وكريم وحضرتك كنا بنطالب بانضمامه الاسبوع اللي فات وانضم مؤخرا بعد اصابه احمد فتوح. فعمر كمال عبد الواحد برضه هو الاقرب لقياده الباك ليفت، خاصه صحيح. ان مفيش غير احمد نبيل كوكا وربما احمد رمضان بيكهام يعني كبديل، لكن هو عمر كمال عبد الواحد الاقرب. نيجي بعد كده لمروان عطيه، مروان عطيه طبعا هو اللي هيلعب 6 وفي 2 قدامه. هنا في ممكن امام عاشور واحمد سيد زيزو، الاثنين 8 هم الاقرب بكره يبداوا، وانا جاب برده معايا صوره بتاكد الكلام ده، ان هو في التمرين الاخير اهو. الصوره دي بتكشف العقل التعليمات الاخيره النهارده في المرام بتاع النهارده من على الموقع الرسمي، دخلت وجبتها دلوقتي. والله عندنا موقع رسمي لطيف. فالصورة دي من المران الأخير لمنتخب مصر، فيها التعليمات واضحة جدا. أنا بشوف يعني أنا بتوقع بخش كده جوه عقل كابتن حسام نشوف هو بيفكر إزاي. فهي من الواضح أنه قد يكون متجه أن إمام عاشور وزيزو هم الثمانيتين اللي قدام مروان عطية، أن هم اللي حي يعني 8 يعني مركز 8. لا هات الصورة اللي قبلها اللي قبل دي التشكيل. أيوة يعني أنه هو يبقى قدام مروان عطية إمام عاشور وأحمد سيد زيزو. أوكي. هما الاثنين اللي بيزيدوا عشان طريقه اللعب تتحول ل 4-1-4-1. ايوه بس احنا شفنا الطريقه دي قبل كده ولم تنجح في وجود زيزو في هذا المكان تحديدا. بس امام عاشور ما كانش اساسي في مع المدرب السابق. امام عاشور لا، امام عاشور يفرق كتير. امام عاشور عنده الحل الفردي، هو الادوار بتاعتهم. هو الكابتن حسام
في الضغط بيتبع سياسه الضغط العالي. أوكي. يعني هيبقى مثلا مصطفى محمد، تريزيجيه، محمد صلاح، هم الثلاثه اللي قدام، ودول لا خلاف عليهم الثلاثه اللي قدام بيضغطوا ضغط عالي. هيبقى معاهم زيزو وامام عاشور، هم برضو يعني طريقه اللعبه تتحول في ظهرهم 4-1-4-1. وانت بتلعب على ملعبك، بتلعب على ملعبك وعايز تكسب، فالاوراق اكتر هجوميه، عكس لما انت مثلا بتلعب منتخب كرواتيا بتتجه لاكرم توفيق، بتبقى عايز مثلا اكرم، كان فكره ساعتها ان اكرم يراقب مودريتش. كان معايا من شويه مكان، هو نفس تشكيل تقريبا كل متفق عليه فيما عدا احمد سيزو. حط التشكيل الثاني، ممكن نجيب التشكيل الثاني يا شباب، ان الصوره اللي بعد اللي هنلاقي هو كده اكرم توفيق مكان زيزو. اكرم ولا حمدي؟ اكرم، ممكن الاثنين اي واحد فيهم، اكرم او حمدي يعني. ده لو هو اتجه للدفاع يحط اكرم توفيق او حمدي فتحي. بس هو هنا من الواضح في التمرين الاخير اوكي كده الاهلي فعلا بيلعب بوركينا، هو كده كله ما عدا الثلاثه اللي قدام، حتى تريزيجيه. هو احسب تريزيجيه فهنا لا هنا طبعا في الاخر يعني ما الاهلي ايه فهنا من البلد طبعا. هو هنا الفكره بتاعته ان انا بلعب على ملعبي، فعايز اتنين كرتهم حلوه قدام، امام عاشور وزيزو. بس انا بشوف ان زي ما حضرتك قلت زيزو هنا النهارده، محمد صلاح مش هيرجع، مش هيبقى عنده ادوار دفاعيه، فانت محتاج واحد زي اكرم توفيق يامنه اكتر في الجبهه اليمين مع محمد هاني. عكس زيزو، زيزو برضو عنده قدرات بدنيه هايله ويقدر برضو يعمل الجنب ده. بس من الواضح يعني احنا بنخش كده جواه الكابتن حسام ان هو ميال اكتر للثمانيتين، زيزو وامام عاشور. طيب كابتن حسام يا كريم، هيوظف محمد صلاح ازاي؟ هو اعتقد الاجابه على السؤال ده هو اللي هيفك لنا الجدل حول التشكيل. ان التشكيل تقريبا احنا بنتكلم فيه حوالي في 6 مراكز فيه منتهيين، ما فهمش جدل. الثلاثي الامامي مصطفى محمد راس حربه، محمد صلاح على اليمين، تريزيجيه على الشمال مضمونين، محمد الشناوي حارس مرمى موضوع منتهي بالنسبه لكابتن حسام، والرباعي الخلفي رامي ربيعه ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني. نعم دول 8 مراكز. اه 8 مراكز احنا بنتكلم، هم بالظبط مركزين او مركز اللي هو مركز زيزو بالظبط، احمد سيد زيزو. وليه زيزو هو اللي هيبدا؟ عشان نشرح ليه زيزو هو اللي هيبدا، لان كابتن حسام بيعتقد ان زيزو هو افضل واحد هيغطي ورا صلاح، لان صلاح مش هيدافع، صلاح مش هيرجع غير لغايه خط نص الملعب فقط، مش هيرجع لغايه ال 18 بتاع منتخب مصر. واحنا برضو بكره مش بنلاعب منتخب قليل يا جماعه، بوركينا فاسو منتخب قوي للغايه ويملك عدد من اللعيبه مميزين، يكفي ان هم معاهم مدافع بطل الدوري الالماني، بتكلم على ادموندو تابسوب. ففريق قوي وفريق ربما خرج من دور 16 في كاس الامم، بس برضو خرج قدام مالي اللي كانت مقدمه مستويات مميزه جدا. فتاني انا بشوف ان كابتن حسام هيعتمد على زيزو، عشان زيزو هو احسن واحد بيدافع على الطرف في المجموعه الحاليه. هو طبعا اكرم توفيق ورقه كويسه، بس اكرم بيبقى اداؤه في خط الوسط دفاعي اكثر منه هجومي، وهو محتاج فعلا ان هو بكره بصراحه احنا ما فيش مساحه في المجموعه الحاليه ان احنا نهدر اي نقاط على ارضنا عشان ما نخشش في حزبه بيرما. وضعا في الاعتبار نقطه مهمه ان دي اول تجربه لكابتن حسام حسن، واحنا ما عندناش باك جراوند لي مع منتخبات، يعني تجربته مع منتخب الاردن من زمن بعيد، ما نقدرش نقول افكاره مع منتخب الاردن هيجي يطبقها مع منتخب مصر، لان خلاص كانت الكره اتغيرت من ساعه ما كان كابتن حسام مدير فني منتخب الاردن. وبالتالي بشوف ان هو هيلعب بزيزو هو الثالث في خط الوسط. طيب نيجي بقى للنقطه المهمه، محمد صلاح توظيفه في فكر كابتن حسام حسن هيوظفه ازاي؟ يعني في وجهه نظري افضل من وظف محمد صلاح على مدار السنوات الاخيره 2 مديرين فنيين، الاول كان برادلي الامريكي برادلي، والتاني كان هيكتور كوبر. دول اكتر 2 في وجهه نظري الشخصيه وظفوا محمد صلاح بشكل مميز جدا، والمنتخب استفاد محمد صلاح مع الاثنين دول اكثر استفاده في الفتره كانوا مع، حتى في وجهه نظري اكثر من كيروش. طيب محمد صلاح النهارده بنتكلم على نسخه محمد صلاح 2024، بكل تاكيد هي مش نسخه محمد صلاح 2017، نحن بنتكلم 7 سنين فاتت، كان هو اصغر 7 سنين، وبالتالي كان في مستوى بدني ويعني وكان عنده قدره في الركض داخل الملعب. النهارده محمد صلاح حتى شفناه السنه دي عنده ما يعني اختلافات في وجهات النظر كثيره كانت مع يورجن كلوب. فالسؤال هنا بقى كابتن حسام هيقول لمحمد صلاح العب في الحته المعتاد تلعب عليها ما بين الفول باك وبين المساك،
بس وضع في الاعتبار ان هو معاه مهاجم مع مصطفى محمد، كان هيكتور كوبر معهوش مهاجم صريح عرضه، كان بيعتمد محمد صلاح يخش في العمق، ولا هيقول له امسك اللاين هيعمل ايه؟ قول لي. انا وجهه نظري شخصيه هيسيب محمد صلاح يعمل اللي هو عايزه، وانا معاك. قبل ما نكمل عشان ايه من يعني ما نخشش في ده، انا معاك في دي. انت لو كنت قلت اي حاجه ثانيه كنت هقول لك لا. طيب بس ممكن احمد سيد زيزو مثلا يروح ناحيه اليمين في بعض الاوقات، الطريقه تتحول 4 4 2 عن طريق ان يبقى مروان عطيه وامام عاشور وزيزو هو اللي يرحل عشان صلاح يخش لجوه. برضو ايه المشاكل الفنيه اللي محتاجين نعالجها في منتخب مصر؟ والله الكابتن حسام لما تابعته في الماتشين اللي فاتوا، طبعا مدرب كويس جدا وهايل، بس انا شايف ان في مشكلتين محتاج الكابتن حسام كده يعني احنا دورنا ان احنا نوجه كاعلام. يعني في 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 مشكلتين واضحين. اول حاجه لو نجيب الحالات الفنيه بس، هات الحالات الفنيه، الضربات الثابته. الضربات الثابته على منتخب مصر مشكله، مشكله حرفيا. اي كوره ثابته بتتلعب على مرمى منتخب مصر، لا مشكله مع الكابتن حسام، ودي اللي لازم يكون هو عالجها في المعسكر ده. لان اي محلل اداء بتلاعبه في الفرقه هيكشف ان انت عندك مشكله. بص هنا اول حال ده في الدقيقه 16 والثانيه 19 في مباراه مصر وكرواتيا. اولا اللعيبه كريم يا كابتن اسلام واقفين جوه المنطقه، مفيش رقابه خالص. بص الفاول اصلا اي تركيه بسيطه على المنتخب كتير برضه. وبص كام حاله يعني جايبين، اعرض الصوره اللي بعدها هتلاقي اللعيب لعبها بمنتهى السهوله، مفيش رقابه، اللعيبه تحس ان في حاله سرحان. هنا ما تعرفش المنتخب مش مذاكر. هنا برضو دي اللعبه تانية في الدقيقه 27. بص هنا مفيش مان، لا في مان ولا في زون. الكرات الثابته عندنا فيها مشكله كبيره جدا، فاهم، ولازم تتعالج لان دي نقطه خطيره، خاصه ان بكره بص هنا، بص حضرتك واقف لوحده خالص، دي في الدقيقه 27، هنا الدقيقه كام؟ 37. ده فاول ثالث. بص اللي بعده، بص حاجات مختلفه. دي في الدقيقه 37 واقف فاضي خالص. طب هسالك سؤال يا سيف، طبعا بنفكر بصوت عالي يا كابتن اسلام، مش مجرد فكره بس جت في دماغي. نكمل احنا الكره الثابته، يعني كلها كرات ثابته، الكرات الثابته والخوف من ده. هل ومع غياب الظهير الايسر الاساسي، هل كابتن حسام حسن ربما يفكر في دفاعه انه يلعب بثلاثه ويدخل حمدي فتحي كثالث ورا ويحط تريزيجيه ومحمد هاني على الاطراف، وبالتالي هنا هيسيب الحريه زي ما احنا بنتكلم لمحمد صلاح مع مصطفى محمد في الشق الهجومي؟ هي فكره. طب معلش، طب قول التشكيله كده تاني. قول التشكيله، يعني قول ثلاثه، انت عايز تلعب ثلاثه. فكر بصوت عالي. ماشي. كابتن حسام اصلا عنده ازمه في مركز الظهير الايسر. قول التشكيله. التشكيله ببساطه، محمد الشناوي حارس مرمى، رامي ربيعه ومحمد عبد المنعم وحمدي فتحي مساكين، محمد هاني على اليمين وتريزيجيه على الشمال. تريزيجيه شويه على الشمال، خط وسط بقى، مش هيبقى ظهير، ان هو معاه واحد هيامنه ورا، معاه ثلاثه ورا، ثلاثه اربعه ثلاثه. بالظبط. وهيحط في نص الملعب، هيحط امام ومروان وزيزو، ويحط قدام محمد صلاح ومصطفى محمد. تبقى طريقه اقرب ايه 5 2. بس الطريقه دي هتامن الحته اللي سبب بيتكلم عليها، حته الكرات العرض الثابته. هي نفس الاسماء. ايوه ايه الجديد؟ ما فيهاش حاجه. هي طريقه لعب مختلفه. هي طريقه لعب مختلفه بس. بس في يعني مشكله. انت عندك هل تريزيجيه مؤهل ان هو يلعب ظهير جناح شمال؟ لا 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 لا، خاصه ان انت عندك وانجو وطارة بتاعه ده اللي هو بيلعب في بورنموث. انا بقول لك ان منتخب مصر لا يستطيع ان يلعب بهذه الطريقه مباشره، لانه حتى من يتابع المباريات او التدريب خلال الفتره السابقه الاربع خمس ايام اللي فاتوا بيلعب اربعه ورا دايما. لا لا، الطريقه دي انا اعتقد انها بنسبه كبيره جدا، وجهه نظري، قد تكون مش موجوده بكره في ماتش بكره يعني. فانت عندك نقطه الضربات الثابته احنا اتكلمنا عليها، والضربات الركنيه، طريقه اللعب من تمركز لمن تومان. وجهه نظري الافضل في هذه الامور ان انا تومان. اسلام مع احمد ثابت، كريم مع سمير مثلا، ويكون في تركيز ومفيش سرحان، بحيث ان لا، ان انا لما اسلام يجيب جول يبقى احمد ثابت اللي غلطان. فيبقى احمد ثابت هنا تركيزه يعلى لوحده من غير بقى ما انا انده عليه ولا بتاع. غير المركز انا ممكن ابص ورايا زي ما كان جمعه بيعمل، ابص ورايا اعمل الحاجات اللي كانت تعمل زمان دي. لكن الحاجات المان تو مان بتبقى اهم. فيما عدا الباك رايت ممكن يبقى ماسك العارضه القريبه، والباك دول لازم يعني ما لهمش علاقه. دي اول نقطه، نقطه الضربات الثابته. انا شايف ان الكابتن حسام لازم يكون كان عالجها في الفتره الاخيره في المعسكر. طيب النقطه الثانيه مساله الضغط. ساعات الضغط ما بنلعبش ككومباكت، بساعات بيبقى فيه اندفاع شويه. الكابتن حسام عنده حته الحماس فبيبثه في اللعيبه، فاللعيبه بتنزل تضغط فبتسيب اماكنها. يعني اللي كان بيحصل في ماتش كرواتيا ايه؟ ان كان اكرم توفيق بيروح على مودريتش يضغط، فمودريتش يقوم معدي من اكرم،
فمين اللي يقوم رحل قدام عشان يغطي المساحه بتاعه اللي سابها اكرم؟ مروان عطيه. فالمساحه تظهر قدام مروان عطيه، فتلاقي العمق بتاع وسط الملعب بتاع منتخب مصر تلاقيه مكشوف خالص. صحيح. في ماتش كرواتيا. صحيح. فدي انا شايف ان الضغط لازم يكون بحساب، ولازم لما نضغط. اذا الضغط لازم يكون بحساب، ثانيا الكرات الثابته دول اهم مشكلتين لازم الكابتن حسام يعالجهم. طيب. كيف يلعب بوركينا؟ بوركينا فاسو كابتن ستان طبعا مع مدير فني بتاعهم تراوري، هو طبعا واضح جدا جدا حتى رغم نفيه في المؤتمر الصحفي وجود اي مشاكل الفريق في مشاكل. طبعا المشكله الكبيره عنده هو عدم ضم برتراند تراوري، طبعا لعيب فياريال الجناح الهجومي رقم واحد من كان في بوركينا، هو عنده خلافات معه وحارس مرمى بيلعب في بلجيكا، بس ربما يكون برتراند تراوري ما عندوش بديل، لكن الحارس عنده بديل. لكن ستيل حتى مع غياب برتراند تراوري هنتكلم على فريق قوي، وفريق قوي بدنيا، وفريق عندهم كره كويسه. وعايزين برضو نقول ان تراوري نفسه مدير فني اكيد طبعا كان واجه كابتن حسام حسن في ارض الملعب مرتين، طبعا نفتكر المباراتين قدام بوركينا فاسو الاولى كانت سيمي فاينل 98 لما كسبناهم في ارضهم، والمباراه الثانيه طبعا كانت في كاس امم افريقيا سنه 2000 لما عملنا عليهم ريمونتادا لما كنا متاخرين 2-0 ورجعنا 4-2 وكابتن حسام جاب هدف، حتى برضو كابتن هاني رمزي ساعتها جاب هدف عالمي دبل كيك. فاحنا بنتكلم على مدرب كان لعيب خط وسط، ودايما احنا بنقول المدربين اللي بيجوا من الخط الوسط دايما بيبقى عندهم تاكتكس وعندهم فكر وتاكتيك اكتر من ان هو بيعتمد على مهارات اللعيبه. برضو منتخب بوركينا فاسو بنتكلم تاني على تابسوبا، عايز اتكلم عليه كتير، مدافع باير ليفركوزن وفاز معاهم الموسم ده بالدوري الالماني. برضو عندهم طبعا احنا عارفين طبعا بلاتي توري طبعا لاعب نادي بيراميدز، واحد من افضل لعيبه خط الوسط في افريقيا. بلاي توري بصراحه لعيب مميز للغايه. ف نقطه مهمه ان بوركينا فاسو مع تراوري بيلعبوا 4-3-3، والفريق بصراحه القايمه السكواد اللي معاه تجبره انه يلعب بالطريقه دي، ان هو معهوش بلاي ميكر، مفيش صانع لعب واضح في الفريق فنقدر نقول ان هو يقدر يعتمد عليه. فبالتالي هو معظم كمان حتى المنتخبات في الفتره الحاليه بتعتمد على 6-2-8، وبالتالي بشوف ان احنا هنلعب هيبقى عندنا في ما يشبه الصراع مع منتخب يملك خط وسط جيد عنده طبعا. وطبعا عايزين نتكلم عن محمد كوناتي، طبعا هو احد اهداف النادي الاهلي خلال الصيف القادم، يعني لاعب طبعا جروزني الروسي، مهاجم ممتاز، مهاجم سريع للغايه، بيسدد بشكل مميز، بيتحرك بشكل كويس. وهنا ثابت، عايز ارجع ثابت نقطه قالها ان كابتن حسام عشان الماتش في ارضه هيلعب ضغط عالي، الضغط العالي هيجبرك في اوقات كتيره ان انت تنصب مسافات التسلل. مع كوناتي موضوع خطر، لازم تركز جدا جدا جدا، لازم تركز جدا 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 ان الولد سريع. انا ليه هجيب ليه لا مش نعم. لازم مش لازم اصل الضغط العالي ده هيطبق قد ايه يا كريم؟ 15 دقايق بالكتير لغايه لما اجيب الجول. لا 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 10 دقايق بالكتير، ربع ساعه ما جبتش الجول، ما انت ما حدش هيعمل، ما حدش في العالم يقدر يعمل اكتر من كده، مش منتخب مصر. فانت بتتكلم في 10 دقايق ربع ساعه هتعمل فيهم الضغط، لو لم ينجح وعاوز جول انت اللعيبه لوحدها هتلاقيها واقفه ورا تريح شويه وبعدين تحاول تلم نفسها. انا بقول لك على حاجه بتحصل في يعني نعم في الطبيعي، يعني مش مثلا ايه، يعني ما فيش مدرب هيقول لعيبته بعد 10 دقائق ايه ارجعوا ورا. لا صح صح، لا ولكن هو دي اول النفس والضغط اول مباراه رسميه كابتن حسام مع المنتخب، اكيد طبعا هو عن هتزيد لربع ساعه ماشي صح، عشان الكلام اللي انت بتقوله ده ممكن تزيد لربع ساعه، ده تقريبا. انا اتمنى بس اتمنى يكون كابتن حسام ارى وشاف مباريات. طبعا المشكله ان هو اخر مباراه بوكيه فيسكا من فتره صحيح من حوالي يعني كذا شهر، فبالتالي هو مش شايف الفرقه اللي هيواجهها بكره. اكيد مليون في الميه قاعد اتفرج عليها ست سبع بالظبط، اتمنى يكون هو درسها كويس وشاف اللعيبه اللي عندهم، وان شاء الله باذن الله ربنا يعني يهدي لي التشكيل. ثابت مقارنه بين اغلى خمس لعيبه في مصر وبوركينا. اغلى خمس لعيبه معانا برضو جرافيك لو نستعرضها. طبعا بالنسبه لمنتخب مصر محمد صلاح 55 مليون يورو قيمته التسويقيه دلوقتي 55 مليون يورو. رقم 2 مصطفى محمد نانت الفرنسي 10 مليون يورو. محمود تريزيجيه في ترابزون سبور التركي 8.5 مليون يورو. احمد سيد زيزو في الزمالك 4.5 مليون يورو. محمد عبد المنعم في الاهلي 3 مليون يورو. بعد كده على فكره امام عاشور برضو 2.5 مليون يورو. تمام، دول اغلى للمقارنه. ابرز ما يميز هذا الفريق لسه بوركينا فاسو منتخب مصر. بوركينا بوركينا
زي ما كريم قال مدافع باير ليفركوزن يا كريم ادموند تباسوبا ب 45 مليون يورو. صحيح هو ده طبعا هيبقى بكره اساسي. رقم 2 دانجو وطارا اللي هو الجناح اللي بيلعب في بورنموث الانجليزي 20 مليون يورو. وده هيبقى على فكره هو المدرب الجديد لما جه هو اهم ميزه عندهم السرعات وان هم بيعتمد على الصغار في السن اكتر. صحيح عندهم سرعات عندهم قوه بدنيه قدام. لاسينا تراوري ده على فكره بيلعب في شختار وده مفاجاه يعني ممكن بكره يبدا اساسي مكان محمد كوناتيه. الناس كلها متوقعه محمد كوناتيه اللي بيلعب في اخمات الروسي اللي هو قيمته التسويه 2.5. لا ممكن بكره بنسبه كبيره لان المباراه الوديه الاخيره اللي شفتها المنتخب بوركينا بادئ بلاسينا تراوري اللي هو المهاجم اللي قيمته التسويه 6 مليون يورو اللي هو رقم 3. بعد كده ادوما ده اللي بيلعب في الدنمارك ده المدافع الثاني. على فكره الاثنين المساكين قيمتهم التسويه كبيره واحد 45 مليون يورو وواحد 6 مليون يورو. فالاثنين المساكين كويسين عندهم وطارة في بورنموث الجناح عندهم لاسينا تراوري الاثنين الفراودة. لاسينا تراوري بيلعب في شختار الأوكراني 6 مليون يورو. محمد كوناتيه بيلعب في أخمات الروسي 2.5 مليون يورو ده مهاجم عكس لاسينا. لاسينا سريع محمد كوناتيه مهاجم محطة بيمتاز بضربات الراس مهاجم برضو كويس جدا. فأنت بتتكلم لا بكرة عندك منتخب على فكرة هم ظروفهم متشابهة يعني هم كان عندهم الاول في لود اللي هو كان ماسكهم في كاس الامم الافريقيه وغيروا المدرب. احنا برضو كان عندنا مدرب تاني ومسك الكابتن حسام حسن فدي تعتبر اول مباراه رسميه للاثنين المديرين الفنيين فدي برضو ممكن نوعا ما تخلي الكابتن حسام مش عارف يذاكر الفرقه قوي لان هو اكيد هيغير عكس المدرب اللي فات. المدرب اللي فات كان بيلعب 4-3-3. كريم اللي قلقك من الفريق من منتخب يعني بوركينا من بوركينا هو فوجئ تظري في حاله اعتمادنا على الضغط العالي سرعات طبعا محمد كوناتيه لعيب مميز جدا اكيد احنا مستفيدين ان بيرتراند تراوري ما بيلعبش في هذه المباراه ولم يتم استدعائه للقائمه بس اكيد منتخب وبلاد توريب بلاد توريب في خط الوسط لعيب مميز للغايه وعنده فيجن بيقرا الملعب بشكل مميز جدا 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 وممكن يوصل كوناتيه بسهوله. فلازم ناخد بالنا ولازم ناخد بالنا جدا جدا واحنا بنضغط عليهم ضغط عالي عشان ما يتمش مهاجمتنا في الهجمات المرتده عن طريق الاطراف. اوراق البديله منتخب مصر الاوراق البديله اللي ممكن تبقى على الدكه ممكن مصطفى فتحي واحد من الورقه الاوراق كويسه بشكل رائع الحقيقه وابراهيم عادل نفس الكلام الاثنين اجنحه كويسه جدا ومحمد شريف ثلاثه دول هايلين ولو انت احتجت تدافع وتامن عندك واحد زي حمدي فتحي صح يقدر تقدر ان حمدي فتحي او اكرم توفيق لو ما بداش. عموما هي مباراه الكل ينتظرها مباراه واحده من المباريات المهمه لمنتخبنا الوطني امام منتخب بوركينا في التصفيات المؤهله لكاس العالم 2026 غدا الكل ينتظر هذه المباراه في تمام الساعه 10 ان شاء الله تبقى مباراه يستطيع مباراه جيده يستطيع منتخبنا الوطني ان يفوز في هذه المباراه ويضم ثلاثة نقاط مهمة جدا 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 في هذه التصفيات اللي إن شاء الله بعد يوم 10 إن شاء الله نبقى أقرب منتخب للوصول إلى كأس العالم في 2026. أشكرك شكرا جزيلا. شكرا كابتن إسلام بالتوفيق لمنتخب مصر إن شاء الله. شكرا جزيلا كريم. أشكركم شكرا جزيلا. أنا بشكر حضراتكم كانت هذه حلقة نهاية الأسبوع إن شاء الله ألتقي مع حضراتكم يوم الأحد القادم وحلقة جديدة من البيت الكبير.